السلام عليكم. لأول مرة كنشوف هاد القضية هادي، تشويش من برا، كيقطعوا البت وكيرجعوا ليا، كيقطعوا كيرجعوا، كيقطعوا كيرجعوا. واش شي واحد لي نيت سلام نور العمر قيت الواحد السلام. يلاه رجعتش من رباق، يلاه بدينا عاوتاني في المباشر. إذن دائما في النشرة ديال المغاربة العالقين بالخارج كان تدخل في اللايف قبل ما يتقطع قبيلة ديال واحد الأخ من السعودية. دروك في انتظار شي واحد في الإخوان. شوف اللي كان طلب ليا سي جعيدي، دابا ما كاينش، باقي ما دخلش معنا سي جعيدي، دونك ريتها ما يدخل معنا الإخوان. ما عمرها طرات القضيه، ما عمرها طرات. واخا يقصدوا تتا، حنا نبقاو نوصلوا الصوت ديالنا وصافي. نتوما ملي كتطلعوا تهضروا، واش عرفتي شنو هي ملي كيطلع شي واحد من دوله في الخارج وكيهضر، يعني كيقول لهم الا كذبتوا الصحافه انا واحد من العالقين بالخارج، ها انا كنهضر. حيت حنا انا كنت كتبت واحد المقال ودرت واحد شي حاجه على قبل مصر، السفاره ديال مصر كذبت داكشي اللي كنا درنا. الاخوان هما يصيفطوا لي واحد الفيديو من تم من امام السفاره. دونك الاخوان بارطاجيو عاوتاني الله يخليكم. و اللي كانوا قبيله كيطلبوا لاكام، بحال عبد الدكالي ولا كتسناهم تيقولوا كل شيء ولا شنو، ما فهمتكش اخويا عبد الدكالي. كان شي مشكل في اللايف اخويا عبد الهواري. لا نحن نصبروا شويه علينا، خذوا راحتكم. دابا شكون اللي غادي يطلع في لاكام؟ حركوا الدول الاخرى حتى هي pour le monsieur de la Hollande il y a un bateau pour tous les unis qui va partir le 27/5. Société La Méridionale. La Méridionale, il faut aller sur le site. أشواق راه كاتبه ليا باقي معنا. السيدة عطاتك واحد الحل، قالت لك بالنسبة لذاك السيد ديال هولندا راه كاين شي باطو كيمشي للاتحاد الأوروبي، غيمشي لو 27/5، 27 في شهر 5، شركة ميريديونال. قال يعني لك خاصك تمشي لشي موقع تما ويقيدوه. المغاربة الغارقين في الخارج، هل يوجد أي جديد بالنسبة للرجوع العالقين في الخارج؟ ما حدكم كتسمعوا الصوت ديالكم، خصهم كيقلبوا لكم على مشكل. إلا ما سمعتوش الصوت ديالكم راه بطبيعة الحال غيقول لك راه باقي ما تزيروش. دونك ديك النهار ديجا كاين شي تحركات على صعيد ديال البرلمان نيت لجنة الخارجية. و حتى خويا عبد الدكالي وطلب لاكام، حيت أنا بغيت نطلعك ديريكت ولكن ما عندكش. طونجي ميد فيغ باغي، بان عليك لافات. عبد الدكالي طلب لاكام ونشوف إلا كنتي تفادي مزيان. الله في حقيقة توحشنا كنسخن. مرحبا اختي هام. السلام عليكم. سلام سلام، كي داير؟ بخير صح لاباس؟ كيداير اخويا عبد الله؟ كنباركو كنباركو العواشر، بارك الله فيك، الله يجازيك بخير، كلشي بخير، امور ثانيه. ايوا عيدكم مبارك سعيد لجميع المغاربه والاهل ديال الجديده بالاخص، الاهل ديال الجديده بالاخص، وتحيه خاصه للاخ اشوق المناضل الجديدي. هو سي عبد السلام بالنسبه لهذا الموضوع هذا ديال الاخوان ماشي مشكل. مرحبا بالاخوان كاع كاملين اللي كيشاهدوا معنا اللايف في هذه الليله هذه، وعواشر مبروكه، وان شاء الله الله يدخلوا ان شاء الله بالصحه والسلامه لجميع الاخوان ان شاء الله يا رب.
غير بالنسبة سي عبد للموضوع الله، الأخ عبد غير السلام قبل ما ديال تقول لي الموضوع الفترة اللي دازت ديال غنسولك بعدا، الأخضر. نعم بلاتي بلاتي نعم غنسولك مرحبا كيفاش دازت الأجواء ديال العيد عندكم مرحبا كمغاربة في السعودية؟ والله خويا عبد السلام شنو نقول لك، مع بعضياتنا يعني بار تليفون يعني واتساب تبريكات كذا، هذا الشيء اللي كاين. اما باش تتلاقى مع شي ناس لهذا، لان الدوله السعوديه يعني ممنوع انك يكون تجمعات ولا يكون يعني لقاءات عائليه او لا شيء من هذا القبيل، مع انه كاين حظر التجوال لمده ديال 24 ساعه لمده ديال 4 ايام ابتداء من نهار من اليوم الاخير في رمضان. كي داير يحيى؟ فهمت يعني اجواء، ولكن الحمد لله لاباس عليه، لاباس عليه والله الا لاباس عليه. تهلا فيه وانت دابا غتبدا تجبد لي دابا. وخصني اخويا. بارك الله فيك، بارك الله فيك لا سلام. ضروري ضروري. قول ها لي يا استاذ عبد الله، دابا حسب انا اللي كنت مرحبا. تبعت معكم، نعم سيدي. تبعت معكم نعم العديد من الحالات الانسانيه الاجتماعيه اللي فعلا ابان نعم المغاربه تما كاينه، على انه فعلا يد واحده وتعاونتوا ووصلتوا داك الشيء اللي قسم الله عاونتوا به الاخوان فعلا تما كاينه، وكنتوا كديروه انتوا فعلا فرحانين. وانا ما غنجاملكش فعلا ونقولها لك في وجهك، لحقاش داك الشيء اللي شفته كنعرفك مرحبا كيداير، كنتي كدير كتوصل داك الشيء وانت فرحان، مبارك يعني فيك. بحال ما عرفتش شنو اللي درتي، وفعلا انا هو حسيت سي بيه. نورمال، دابا بغيتك شوف تكلم لينا شوف على اش واقع تماك. لا سي نورمال، علاش؟ يعني مش واقع من ناحيتاش، من ناحيتاش يعني يعني من اي المعاناة ناحية، الحقيقية ديال المغاربة، كاين بزاف. مهم عطينا لخص لينا. هو المعاناة، المعاناة بالنسبة لهذا يعني شنو نقول لك، يعني الناس تكرفسات ديال المعقول بالنسبة للإخوان ولا الأخوات ولا هذا، يعني التكرفيس ديال المعقول. لولا التضامن ديال المغاربة، التضامن اللي كنعرفوه على الإخوان المغاربة يعني كلهم بدون استثناء، أنا كنقول لك بدون استثناء، ماشي غادي نفرق ما بين هذا وما بين هذا، فهمت؟ ولو انه يعني كاين شويه ديال الشنآن في هذه المسائل ديال المساعدات او لا بحال هذه المسائل هذه، يعني انت علاش كتعاون هنا، انت علاش كدير هنا، انت علاش كدير، يعني هذاك الشيء اللي جينا غادي نشوفوه السي عبد السلام هو غير من خلال الحرقه ديال المغربي على خوه باش توصلوا واحد الاعانه. ما يمكنش اي واحد غادي يتكلم بواحد الحرقه وغادي يكون واحد الشنآن بين المغاربه واخوتهم الا ما كايناش واحد الحرقه باش يوصلوا الاعانات، مع ان كاينين شي ناس اللي ما استافدوش، كاينين شي ناس اللي ما استافدوش صراحه، يعني منهم ناس اللي كاينين في شنو نقول لك، كاينين في بالاخص في الجنوب، الجنوب ديال السعوديه راه ما كاينش نهائيا، الا الواحد الاخ وواحد الاخت الله يكثر خيرهم، هما اللي كانوا كيعاونوا تقريبا الناس اللي كاينين في الجنوب، اللي من ضمنها ابها، خميس مشيط، نجران، جيزان، يعني هاد المناطق هادو، فهمت؟ اما اللي يعني هو كاين السيد في الرياض، واحد السيد في الرياض بدون ذكر الاسم ديالو، هو راه عارف راسه وعارف نفسه، اذا كان طالع معنا راه غادي غيعرف نفسه، فهمت؟ يعني هذاك السيد هذا يعني ساعد الناس، ولو كاينين الناس كيساعدوا ولو بالكلمه الطيبه باش يصبروك، باش يصبروك باش ما ديرش شي حاجه خارجه عن القانون، فهمت؟ هذا هو اللي كاين. اما بالنسبه بلاتي يا للشنآن سي اللي عبد كنا الله، كنسمعوا في لي لايف ديال نعم كاينه واحد النقطه اخرى اللي بغيت نسولك عليها، هي لنفرض دابا السفاره بغات نعم تعامل، جا شي ميساج قاصح فك المشاكل نعم وبغات تتدخل، فين نعم كتظن اكثر الضرر كاين نعم بالنسبه للمغاربه، المناطق اللي فيهم ضرر بزاف؟ جل المناطق، جل المناطق ما نكذبوش على بعضياتنا، ماشي غادي نحدد لك انا يعني منطقه منطقه باش ما نكونوش يعني هذا، جل المناطق في المملكه يعني كلهم متضررين، جل المناطق بدون استثناء. راه الا خدينا مثلا في الرياض، راه كاينين الناس اللي استافدوا وخداو هذا الحمد لله، وكاينين الناس اللي ما توصلوش، كاينين الناس اللي ما خداوش، هما غير اللي في الرياض، ما نكذبوش على بعضياتنا، وبالنسبة فما بالك التغطية بالنسبة ديال للجانب، جميع. غير هذه النقطة، هذا غير واحد النقطة السلام،
بالنسبة للسفارة، السفارة ما يمكنش غادي غنحكموا على أنها غادي تعاون 36 ألف واحد اللي كاينة هنا في السعودية تقريبا، مش فهمت؟ يعني ما يمكنش، ما يمكنش، راه ودابا راه عندك ما ما عاونا حتى عندنا واحد، ما نقصة. بقاش ما عاونا حتى واحد. على الاقل تعاون داك لا انتوما اللي لا هي كتطلبوا مؤخرا، تجمعوا ليهم، تعاونكم. لا 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 عبد السلام، لا سي عبد السلام، سي عبد السلام، اعوذ بالله من قولتي انا، يعني اللي كاين حتى شي واحد ما عاطيني شي حاجه، وحتى شي واحد ما داخل مع حتى شي واحد، لا في التجمعات ولا في الجمعيات ولا حتى شي حاجه، يعني ما عندي صحبه مع حتى شي واحد الحمد لله. انا غنقول داك الشيء اللي كاين، اش فهمت؟ اما بالنسبه للسفاره، دارت واحد المبادره مؤخرا، دارت واحد المبادره مؤخرا اللي ديال تقريبا 120 كرتونه، ومن بعدها ثاني كانت واحد المبادره ثانيه هذه في الاواخر ديال شهر رمضان في العشر الايام الاخيره، فهمت؟ وكاينين، كاينين راه الاخوان راه عارفين، كاينين صور، كاينين دي فيديو، كاينين هذا، كاين هذا، يعني دارت واحد المبادره من نكروش هذا الشيء هذا. انا من هنايا ماشي كندافع على السفاره، يعني المشكل اللي كان من الاول هو التواصل، التواصل ما كانش، ولو كنت تتواصل مع السفاره ولا هذا، يعني سي نورمال السفاره ما غاديش تجاوبك. علاش؟ راه كاينه امه ديال البشر كتصل، ما يمكنش خط واحد، خط واحد غادي يغطي كل شيء، دونك كيبان لك انت فهمت؟ بانه خط واحد الجميع كيبان غادي، متضرر. الجميع متضرر بدون استثناء، ما نكذبوش على بعضياتنا، الجميع متضرر، اللي ما متضررش كاينين هنايا، كاين عوائل، كاين المراه مسكينه اللي حاصله هنايا راجلها في المغرب وبقات هي هنا هي وولادها، شنو غتاكل شنو غادي تشرب؟ النظر ديالك نهار اللي غيتحلوا الحدود كيفاش غيديروا كاين عيالات الإجراءات باش اللي يسفروا ولدوا. المغاربة؟ هو بالنسبه للتصفير ديال المغاربه احنا اللي عارفين واللي سامعين هو انه الناس العالقين، ماشي الناس اللي قال، يعني اللي باقى الاقامه ديالهم سيريا، اللي عنده خروج نهائي، اللي المهم اللي جا عمره ولا جا زياره وبقى حاصل هنا، هذوك هما الاولويه اللي غادي يصفروا. اما بالنسبه لي عاد بلا ما قلت انا، وكاينين اخوان اخرين وديك الشيء هذا نفس النظام ديالنا، يعني ما كاينش التصفير الا من بعد، هاد الناس هما اول واحدين. علاش؟ حيت فاش كانوا تدخلوا للمطار وكيتفاجئوا تختموا لهم، وفي الاخر كيتفاجئوا على ان الحكومه المغربيه سدات الحدود البريه الجويه ديالها، إذن مش فهمت؟ بالنسبة يعني لكم أنتم، صدقوا مرجعينهم مدخلينهم. هنا فين كاين المشكل؟ هاد الناس هادو هما اللي لهم اولويه انهم غير يرجعوا للمغرب. سير كمل، هاكم نعم، هاكم هاكم الصوت سافلو. وي سافلو، الصوت دابا مزيان الصوت، دابا مزيان، واه دابا مزيان، وي مزيان مزيان، دابا مزيان، واه. غير واحد المسألة بغيت نشير لها أخ عبد السلام، وبالنسبة للإخوان كاملين، يعني حنا ماشي في مصلحتنا أننا نبقاو مشتتين، ماشي في المصلحة ديالنا أننا ندخلوا في صراعات، ماشي في المصلحة ديالنا أننا شي يضرب شي، المصلحة ديالنا إلا كنا مغاربة وكنخافوا على بعضياتنا، هو نوحد الصفوف ديالنا في العود، ما يكون يعني كل واحد كيعاون في جهة، تكون واحد الجهة معينة يعني هي اللي تساعد، ويكون بلاتي سي التنسيق عبد الله، ويكون التواصل، بلاتي سي عبد ونحاولوا الله، نحاولوا بلاتي سي عبد أننا الله، يعني نصلحوا ما بين الإخوان، بلاتي اللي عنده شي وبلاتي مشكل مع شي واحد أننا نحاولوا وبلاتي نصلحوه. وبلاتي تبلاتي سيت كريتي، كنظن قلنا في الأول مرحبا حتى مرحبا، واحد ما يعقب على اللي كيقول نعم واحد اخر، خلي تيسالي سي عبد الله وطلع سيت ها كريتي هو معك، وقول الفكرة ديالك، هو قال اللي عنده، انت كتقول واللي عنده خروج وعوده واش انتهى ها هو بيه؟ سكت، شوف دابا، خلي انت تخليها في السؤال، واللي عنده خروج وعوده لاش تزيد حداها واش انتهى بيه؟ صافي، انت عبد الله خليك عارف داكشي اللي كنت كتقول فيه.
قرابة زعما كل واحد انا ما كرهتكش تكون ملي كتهضر عبد الله خويا شوف معاك التعليقات حيت كاين اللي كيعهدك شي ملاحظة ولا كيفكرك بشي حاجة. تفضل كمل اخويا عبد الله. لا لا، غير التوضيح، غير التوضيح للسيد السيد تكريتي. نعم. تفضل تفضل. لا لا لا، غير بالنسبة للخروج وعودة، اسمحوا لي الإخوان، راني خروج وعودة، راني نسيت ما قلتش. حتى الناس اللي عندهم خروج وعودة ديجا مقطعين، ديجا عندهم ليبي ديالهم وخاتمين ليهم. يلا سي تكريتي هات تفضل. سمعتي وي كتسمعني؟ سير كمل. الو، وي كمل ساكنة. كمل كمل الو، احنا كنسمعوك. وي، كما قلت لك استاذ سلام، هو انه نوحدوا، غير بالنسبه لواحد المساله، انه نحاولوا نوحدوا الصفوف ديالنا. الاخوان نحاولوا نوحدوا الصفوف ديالنا. ما جاتش غادي، نحاولوا نوحدوا الصفوف ديالنا، يعني باش ديك الخدمه تكون غاده مزيان. ماشي انسان كل واحد شي كيشرق، شي كيغرب، شي كيطلع كينقص من الخدمه ديال واحد، شي واحد كينقص من. لا، اذا كان العيب فيا انا، يجي لعندي واحد ونصلحه. ما يمكنش غتجي تضربني بيه، ما يمكنش غتجي تضربني بيه. إلا عندك أنت العيب خاصني نجي نصلحك، ما يمكنش تضربني بيه، باش ما يمكنش لأنني نجي غنضربك بيه. لا، أجي نصلحها أنا وياك. هنا في خاصو يكون المساعدة، ماشي إنسان اللي عنده شي مشكل مع شي واحد يحاول يفكه، ما يحاولش أنه يزيد كما كنقولوا يحك على الجرح. شكرا يعني استاذ عبد الله. هنا باش نبينوا للناس، ونبينوا للناس ديال السفاره، ونبينوا للناس ديال القنصليه، والناس ديال المسؤولين في البلاد، يعني بانه كاين واحد الجاليه اللي متوحده مع بعضياتها. شكرا استاذ عبد الله على هذه المداخله وعلى هذه التوضيحات. كنتمنى انه يكون فعلا شي حل جذري في اقرب الاوقات على الاقل بالنسبه للناس اللي عالقين دابا. وهذا هذا هذا هو الميساج ديالي، هذا هو الميساج ديالي للاخوان، وكنتمنى ان شاء الله يا رب. حيت كاين فرق في الصوت. المهم شكرا السي عبد الله على هذه المداخلة وتحياتي ليك. تبارك الله عليك. كاين معنا هنا شي وحدين سي تيكريتي سي رضوان ديال امريكا، يعني داكشي علاش باقي العدد ناقص. طلعوا العدد الاخوان باش يوصل اكبر عدد. قد ما وصل اكبر عدد قد ما كيتنقل الفيديو كيتحط المسؤولين. قطعت البيي وخسرنا الفلوس وفي الاخير تيقولوا غير عالقين. اخويا راه كل شي معلق وخاسر. دابا شكون اللي غادي يطلع على الاخوان؟ دابا المشكل هي نتوما في الخارج كتقولوا هاد الهضره، وهنا في المغرب كاينين عاوتاني هضره اخرى. أنا أعيش في بلجيكا وأنا هنا في الجديدة مدة 3 أشهر، وأنت تعلم أخي الفاضل. ليس لنا معين من بعد الله، خاصة الحكومة تعاون هاد المهاجرين بالذهاب إلى مقر عملهم. وشكرا. الذهاب الى مقر عملهم السي يوسف كيتطلب اراده ديال الحكومه بعدا، و الا ما جات شي تعليمات صحيحه راه غادي تبقى الامور مسدوده حتى تتبرد القضيه من جهه كورونا. مهم، هذا ميساج حق مشروع. نشوفوا السي مصطفى
إيجلي. السلام سمو، السلام على الجميع. ديروا البارتاج الله يخليكم، عافاكم ديروا البارتاج، راه بغينا صوتكم يتسمع لاكبر عدد ديال المواطنين المغاربه ويتسمع للمسؤولين وكيدخلوا معنا برلمانيين. يعني بغينا كل شيء يعرف بانه راه كاين هذا المباشر ديال الحل ديال الجاليه المغربيه العالقه بالخارج. اعطيتك السي مصطفى لكم، سي إيهيري يوسف، راه كنا درنا واحد الحلقة على المغاربين العالقين بالداخل، وكنا غنتناولوا منها يعني العالقين بالداخل ما بين المدن، والعالقين بالداخل كيكونوا عايشين برا في أوروبا ولا في شي دولة أخرى. دونك ولكن للأسف ما جاوش الإخوان بزاف. هاد الحلقات الأخرين كيجيو فيهم الإخوان بزاف ديال السعودية. للمرة الثانية غنعطيك لا كام سي مصطفى. الأخت مريم، أنا صحفي كنمثل الجديدة نيوز، غير هنايا داخلين كمواطنين مغاربة كنجيب معلومات كنقلب عليها من لا سورس ديالها، كنتصل كنضل نتصل باش الاخوان كاملين عندي معاهم علاقات، الملف اللي كنهضمو عاد كنقدر ندير عليه لايف. السفاره سمعت خروج وعوده، صافي هنا بقينا. السلام خويا، يلاه دابا تبعت واحد جوج حالات في حد ولا تفرج جوج جزار هادوك. المهم حنا ماشي موضوعنا دابا، الا تسنيتو تنساليو هاد المشكل ديال المغاربه العالقين بالخارج ما يبقاوش يدخلوا الاخوان بالفيديو، ديك الساعه نعاود نعطي الحاله الوبائيه. واخا راه كاينين اخوان كاينين، سي مصطفى اكلي غنعطيك ليه المره الثالثه، الا ما عطاتكش خرج من المباشر وعاود دخل. في انتظار نشوفوا السي رضوان حتى هو، دونك نشوفوا سي مصطفى ومن بعد السي رضوان. سي العطار كريم، تحية لك، تحية للدار أيضا. سلام سير دوار. المهم أنا غنشوف سي مصطفى خرج وعاود دخل، ما عطاتكش لاكام. شوفوا السير السلام عليكم. تحية الإخوة الكرام، حياكم الله. في هذا الموضوع ديال المغاربة العالقين، أنا كتجربة شخصية اللي دوزتها في المغرب، كنت في مارس 6 وصلت المغرب وقيلة مارس 7، من بعد واحد الأسبوع وقعت يعني الحظر، ف تعلق وليت عالق في المغرب. فحاولت نتصل بلا رام مثلا باش نعطيكم واحد النبذه باش نحاولوا نديروا مقارنه ديال كيفاش الناس كتعامل. المهم حاولت انني نتصل بلا رام بالتليفون عبر الايميل، ولا من مجيب ولا من مجيب لمده ديال شي 4 ايام، وانا كنعيط يوميا كنعيط لا من مجيب. ما صيفطونا ايميلات قالوا لنا مثلا راه الطيارات ما بقاتش، اش غادي يديروا اش غيفعلوا، المهم ما كان والو. من بعد حاولنا رسلنا دي ايميل او رسائل ديال البريد الالكتروني للسفاره الامريكيه، ارسلنا ليها كانني كنت انا حاصل في المغرب ووليداتي هنا في ولايه فيرجينيا، فحاولت انني اتصلنا يعني واحد المجموعه ديال الناس، فكان الرد في 5 دقائق. خمسة دقائق جانا الرد، جانا الرد كيقول لك اودي لحد الان ما كاينش حاجه رسميه، احنا ها الطلب ها المشكله هو عندنا غادي ندرسوه. انا صيفطتو ثلاث لاربع الخميس في الصباح كيجيني تليفون عبر الواتساب وكيجيني ايميل بانني خصني نلتحق بمراكش لوفان، باقي عاقل لوفان باش بقيت نمشي ركب باش اركب. فعلا جاني في 4 الصباح ركبت مشيت، المهم جيت
المهم هذا جانب، يعني لا كومونيكاسيون بالنسبه للاخوه ما كايناش. يعني مثلا انا شخصيا انا قطعت مع لارام، ودائما انا كنبغي نعاون لارام، مثلا بلادي هي اللي كنمشي معاها ونجي معاها، ولكن خديت انا قرار ما عمرني نركب معاها، لان لحد الان صيفط دي ايميل كنستشر يعني شنو غادي ديروا في هذيك التيكيته اللي انا خلصها الي روتور، واش هذاك الروتور غترجعوه ليا ولا شنو. لحد الان ما كاينش عندي جواب، فهذا للاسف الشديد، هذه وحده يعني للاسف الشديد يحز في النفس. يعني لا كومونيكاسيون ما كاينه، صافي وقعت مشكله عودوا لمخكم بين قوسين، سمحوا لي على هذا المصطلح. باقين اصدقاء اخرين عالقين في المغرب، نيت من عن طريق مشاو من امريكان وليداتهم، باقين عاقلين لحد الان، لان جاو ثلاثه المراحل اللي جات اللي دارت الولايات المتحده الامريكيه باش جابت الرعايه ديالها. انا مثلا جابوني من مراكش للانجليز، من الانجليز بت في الانجليز، ومن الانجليز جيت هنا. في الاول كانوا قالوا لنا غادي نخلصوا $1,475 زائد $350 ديال السكنه، قلنا ماشي مشكل ديال المبيت في الوطيل، قلنا ماشي مشكله. ولكن من بعد قالوا لنا خصكم تجيو وتخلصوها في مراكش، ولكن اللي مشينا ما طلبوش منا. علاش؟ كنتفاجئوا بان لي سينات ديال الولايات تقريبا، لان كانوا الناس من فيرجينيا، من واشنطن، من تكساس، من هذا، وركوا على الدوله، قالوا لها لا، هذا البيدجي، هاد الناس اللي عالقين خصهم يدخلوا في البيدجي ديال كوفيد 19، ديال كوفيد 19، ما يمكنش يخلصوا من جيبهم كمواطنين عالقين. بحال البرلمانيين ديال المغرب، بحال البرلمانيين ديال المغرب. حنا ما غاديش نوصلوا لهذا الشيء، حنا راه المغرف القصعه مزقيه بمغرف واحد، المهم ما عليناش. فالناس وقفت، حنايا مشيت انا شخصيا مشيت يعني باش نخلص. اذا فاجأ لنا تقريبا $2,000، يعني 1475 و 300 وشي حاجه. اذا بحال واحد $2,000 فكوك منا وجيتي وعند وليداتك. ولكن جينا قال لك اودي في المطار استقبلونا بالتصفاق، صراحه استقبلونا كيقول لك مرحبا بك في بلادك. تصور يعني هذا جانب، فهمت؟ اذا شنو هو المشكل؟ باش نقارنوا حشومه، عيب كاع باش تقارن. كان الوليد عندي، انا جا عندي هنا الولايات المتحده الامريكيه، كنت ملي كنمشي كنعاود ليه بحال اللي كنعاود ليه شي فيلم هندي. ولكن ملي جا وشاف التعامل وشاف الناس كيفاش دير، قال لك اولدي انتم راكم هربانين بواحد 130 عام ولا 140 عام قدام من جانب المعاملاتي. احنا ما كنهضروش على، راه حتى هما قاصحين، حتى هما راه ما مزيانينش، فهمتي؟ واعرين. ولكن القانون يطبق على الضعيف وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى ما هو أذان. انا كنعرف يعني مغاربه باقيين واحدين الان تما، باقيين عالقين تما. كاينين مغاربه هنايا جاوا غير فيزا، باقيين عالقين، يعني كيراسلوا على حساب المعلومات اللي عندي الاخر، كيراسلوا السفاره ما عندها ما دير لهم. كتقول لك ما عندنا ما ندير، يعني كتسولو كتقول له مدرك، يقول لك اودي باقي ما جانا الجواب لا والو، غتصبروا. لا ولكن بالنسبه للسفاره الدور ديالها، راه ما كنهضروش هي انها تحل لهم الحدود ولا تبدل لهم اجواء ولا، ولكن ملي كنجيو كنلقاو المغربي دا معاه 4 دريال قاداها، كان معول على راسو غير تقادات لي 4 دريال اللي عنده، هذه راه جائحه، منين غادي يعيش؟ اسمح لي، كاين هنا مثلا كنهضر لك على هنا، مثلا كاين هنايا كاين وسائل باش يعيش، ماشي ما كاينش. هنا كاينه جاليه مغربيه الحمد لله فيها الخير، كتقلب، لان مثلا عندنا حنا واحد الكليك كنقلبوا على بعضياتنا، كنسولوا مدراشي واحد اللي ما خاصوش اللي ما عندوش، كنحاولوا نجمعوا ليه، كنحاولوا نقلبوا على واخا نساهموا حنايا، او كاينين الكنائس تيعاونوا بالنسبه للاكل، بالنسبه لهذا، يعني ما غاديش يوحل. كاين المجتمع المدني محرك، فهمتي؟ المجتمع المدني محرك، يعني كيقلب على هاد الناس، خاص التواصل فين تقلب. المساجد خدامه بحال نقولوا القفه ديال البلاد، كاينه يعني بجميع اشكالها، كيمشي وكيعطيوك هذاك الشيء. ما كاينش غير وحده، كاينين يعني كاينين تقدر في نهار واحد تمشي لثلاثه البلايص ولا اربعه، تدي مثلا الماكله ديال اسبوع، فهمتي؟ يعني كاين المجتمع المدني خدام. دابا حنا فين خصنا نشوفوا هاد مثلا اللي عالقين، واش عندهم واحد السند من هذيك الجاليه اللي كاينه؟ هذاك السيد اللي مشى عنده، واش هذاك السيد فعلا
فيه الانسانيه وغادي يحاول يبحث ليه ويحاول يقلب ليه ولا غادي يبدا يتباكى عليه. هذا هو الاشكاليه اللي كنعيشوا مثلا حنايا ك ك ك كمغاربه. عندنا واحد المغاربه اللي اندمجوا مع المجتمع الامريكي ولات عندهم ثقافه ديال التضامن وثقافه ديال هذا، وكاين واحد 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 النوع اللي باقى فيه ما هو استغلالي اللي كيستغل الظرفيه. السير دوان واش ما عندكش شي عدد تقريبي المغاربه اللي عارفين في امريكا؟ خويا كنعرف انا اللي كنعرف انا اللي كنعرف من الناس انا كنعرف شي ثلاثه ولا اربعه اللي هادشي اللي كنعرف في المنطقه ديالنا حنا اللي في المجمل. لا ما نقدرش نعطيك الاعداد، غادي يكونوا ولكن غادي يكونوا. نعم تفضل. نقدروا نقولوا بانه دابا هاد المغاربه ما محتاجين السفاره حيت، ولكن بالنسبه للدول الاخرى اللي فيها كالسعوديه اللي فيها 30,000 ديال العالقين، واش غيبقاو يعاونوا بعضياتهم ولا ما غدخلش؟ واش السفاره ما غدخلش؟ خاص هو لجينا ما هو جانب الانساني خاص تدخل، لان هذوك رعايه ديالها. هذا ماشي انساني، هذا ماشي انساني. لا هذا واجب من المواجب للانساني، ومن الواجب لاننا هذوك يعتبروا مواطنين ديالها. خاص المواطن يكون يعني السفاره تحمل المسؤوليه ديالها، على الاقل تحصيهم تعرفهم كيفاش الظروف ديالهم كيفاش دايره، لانهم غادي يدخلوا للبلاد باش غادي يضمن لنا بانهم هما ممراج مثلا. يعني راه خصها تكون عندها واحد. واش ما عندكمش اتصالات في باقي مغاربه امريكا؟ كاين شويه، كاين ماشي بزاف ولكن كاين دي جروب. ما كايناش شي جهه اللي كتهنا بالجاليه المغربيه بالخارج بامريكا؟ لا كاينين جمعيات، كاينين جمعيات كيبحثوا كيقلبوا كيحاولوا يحصيوهم ويعطيوهم للسفاره. انا شخصيا ما عنديش يعني علاقه، انا شخصيا ما نقدرش نقول لك خبر، ولكن انا كنعرف انهم كاينين شي جمعيات. شي هنا في فيرجينيا كاينين شي 4 ديال الجمعيات بعدا خدامين مزيان كيقلبوا كيديروا، انما انا كان عندي واحد الموقف لهذا، انا جريت راسي فهمت. اذا كيف قلت لك، خاص 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 يكون ما هو انساني اولا، فهمت، يكون ما هو انساني، وتكون السفاره تقدم هذاك، لان هاد الناس اللي تيخرجوا ولا تيجيو ولا تيسافروا راه كيدخلوا العمله الصعبه للبلاد، فهمتي. راه واخا كيجيو راهم تيخدموا هنا، واخا كيجيو سياحه راه تيخدموا تيديو الفلوس تيديوها، يعني ما نكونوش نكذبوا على روسنا، كيجيو تيخدموا وتيمشيو وتيدخلوا العمله الصعبه للبلاد. يعني راهم كما نقولوا ايجابيين للبلاد كيف ما كان نوعهم، فهمت. على العموم شكرا على المداخله. الاخوه كيقولوا لي عندنا مشكل في الصوت، حنا كنقولوا عندنا مشكل في اللايف كامل، راكم شفتوا قطعوا علينا في الاول حنا مضاربين. المهم ليسونسيال ان الضيوف اللي كيهضروا الصوت ديالهم كيتسمع. شكرا لك سير دوان. تبارك الله. اذا غادي ندوزو لعند السي مصطفى وكنشوف. ما عندكش اخويا السي مصطفى والو؟ السي سميت علي اللي هو ابو ايوب محلل سياسي ب الجديدة نيوز، اللي ممكن يعطينا تاو الإضافة. دونك شكون اللي باغي لاكام؟ والو السي مصطفى ما كتخرجش اخويا لاكام. دونك كنتمنى من ابو ايوب يعطينا لا دوموند ديال لاكام. المغرب يقلص مدة الحجر الصحي في المستشفيات ويفرضه في البيوت. هذه هي بداية التعايش مع الفيروس. شحال وصلوا الحالات الجديدة اليوم؟ جاوبوها الإخوان الله يرحم لكم الوالدين. نشوفوا عائلتي تعيش بولاية فيرجينيا منذ 30 سنة، لم أسمع قط بتواجد جمعية مجتمع. لما قالت فيرجينيا قالك في أمريكا. واحد السيد دابا كيعيط ليا في الفيسبوك، قطعت عليه النوبه الاولى وعاود ثاني وباقي مازال كيعيط.
دونك السي عبد الوهاب كاينين 8 الحالات. دونك نشوفوا ابو ايوب المحلل السياسي، دونك ماشي السياسه ديال الاحزاب وداكشي، يعني العلاقات بين الدوار. حياك الله اخي حياك ابو الله. ايوب سلام، عيدكم مبارك وسعيد علينا وعليك سيدي محمد. قول لي كنظن سمعتي المداخلات، انا غادي نمشي معك في الشق الاول اللي هضرتي عليه انت نيت، ماذا عن المغاربه العالقين بالجاره الشرقيه؟ قبل الحديث عن المغاربه العالقين بالجاره الشرقيه، اود التطرق في عجاله لما قاله الاخ المتدخل من المملكه العربيه السعوديه، الذي اكد بان المغاربه العالقين بالسعوديه قاسوا الامرين، وهذا هو اللي كنا تعرضنا له في حلقات سابقه، واليوم اوجه تاكيد من المملكه العربيه السعوديه. نقطه على السطر بخصوص المغاربه العالقين بالجارة الشرقية. من المعلوم أن هناك عدة آلاف من الشباب المغربي الذين يتوجهون للجارة الشرقية قصد الشغل، البناؤون، الجباصون، الزليجية وما إلى ذلك، عالقين دابا رغم أن ما بيناش وبينهم مسافة كبيرة. نقدروا نقولوا المشكل راجع لغلق الحدود البرية، بالتالي وجب عليهم البحث مثلا عن الطريق ديال عبر الأجواء من مطار الجزائر العاصمة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. لكن هذه الأيام الأخيرة لاحظنا انتشار واحد الفيديو ديال شباب مغاربة، انتشار النار في الهاشيم، دايرين وقفة سلمية يعبرون فيها عن المضاضة ديالهم وعن الغضب ديالهم أمام السيد القنصل العام للمملكة المغربية بالجزائر. الغريب في الأمر كيوجهوا النداء ديالهم الرئيس الحكومة وكيطالبوه باش يتدخل وباش يشوف لهم الحلول، وفي نفس الوقت يتنون على المعاملات ديال السلطات الجزائرية وديال الجزائريين المواطنين الجزائريين. هذا في حد ذاته يعتبر سبة بين قوسين وزادوا وضحوا أكثر وعطوا المثال كيفاش قامت السلطات الجزائرية بإجلاء المواطنين ديالها عبر العالم، ولا سيما من الإمارات، حيث كان من مجموع العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب من 1000 مواطن جزائري، كلهم أجلوا عبر رحلات جوية ولم يبقى التشويع فيهم ما كيتواجد تما. واش ماشي عيب؟ أطرح سؤال، واش ماشي عيب وعار باش خوتنا هنا في الجزائر حدانا وما تكونش عندهم الأسباقية باش يتم الترحيل ديالهم تجاه المغرب؟ كما قال واحد فيهم، قال لهم سيدي إلا غتفرضوا علينا الحجر الصحي 14 يوم، فرضوا حنا في الاستطاعة ديالنا سيدي باش نصبروا معاكم الحجر الصحي دوبل. ما بقاتش هذاك الحجر الطبي ديال 14 يوم ما بقاتش، لأنه اكتشفوا بأنه راه ممكن الفيروس يكون حتى لمدة 40 يوم بدون ان تظهر هناك اعراض، يعني واخا تحط 40 يوم ما غتبانش فيه اعراض. تحليله انا كنقول التحليله راه كان رئيس الحكومه كتساوي 500 درهم. انا كنقول لك التصريح ديالهم في دالما، يعني بصدق كما هو، ما بغيتش نحرفوا بانه لا راه الحجر الصحي، كنقول التصريح كما جاء بلسان بعض الشباب اللي كانوا قايمين بالوقفة قدام القنصلية العامة للمملكة المغربية في الجارة الشرقية. من اللي غنشوفوا هادو كاينين هكا
ونزيدوا عليهم العالقون في سبتة ومليليا، ونزيدوا عليهم العالقون في الجنوب الإسباني، بأن كان واحد الفيديو السي عبد السلام ياروج ديال الحافلات بداية ديال في بداية غلق الأجواء، فيديو كان ياروج عن مواطنين مغاربة جايين من طاليان، أربع حافلات أو خمسة لما خانتنيش الذاكرة، وتعرض لهم بحسب ما بينوا ما بان في الفيديو، تعرض لهم كما قيل واحد واش القنصل ولا من القنصلية ديال المغرب في الجنوب ديال المملكة الجبل الإيبيرية، تعرض لهم مويونون كوا 2000 ديال الأورو للسائقين ديال الحافلات، والركاب اللي جايين بالحافلات كيعطيهم، كاين اللي عطاوه 100 أورو، كاين اللي عطاوه 200 أورو، كاين اللي عطاوه غير 50 أورو، وكيطلبوا منهم العودة إلى إيطاليا. شوف الرحلة من طاليان حتى الجنوب الإسباني، الأرجيزيراس ولا المهم الجنوب الإسباني، وصلوا حتى لتما، وكيطلبوا منهم باش يعاودوا الرحلة من جديد، رحلة الشتاء والصيف، يرجعوا تاني حتى لطاليا. عيب وحشومة. كنشوفوا بأن كاع الدول قامت بإجلاء المواطنين ديالها. ماشي إجلاء طيب. كامل لحقاش باقين هنا في فرنساويين حاصلين هنا في المغرب. ما إيه، وإن عدد ديالهم يكون لا نحسبوا على رؤوس الأصابع. هلو ثانيا الحالة اللي كيعيشوا فيها الفرنسي اللي عالقين عندنا هنا في المغرب، راه كاين اللي ساكن في كارافان، ولا سيما مثلا مدينة الداخلة بالجنوب المغربي الشاطئ ديالها عامر بلي كارافان كيصيد الحوت، كيصيد الحوت من تما، عنده بشكليطة داير له جوج ديال الشواريات اللور، كيهز ما يزيد على الحاجة ديالو، كيهبط حتى هو السوق ديال السمك كيدير قطيته كيبيعها، كيدوز للحانوت كياخذ سيدي علي وياخذ الحاجيات ديالو يقلب الطريق ويتم جاي راجع. هذا هو الكونفينمون بعينه، ماشي اللي مشدود ما بين ربعه ديال الحيوط، راه منا عنده رياضة، منا عنده الوزير، منا عنده معيشة كيقتات منها، ماشي بحال ما نشبهوش بمواطن مغربي. مواطن مغربي راه تقريبا سيد وزير المالية في التصريح ديالو أمام البرلمان قال لك هناك 4,300,000 أسرة تعيشوا الهشاشة، ماشي تصريح ديالي، تصريح رسمي ديال السيد بن شعبون وزير المالية أمام أعضاء البرلمان، 4,300,000 أسرة مغربية تعيشوا الهشاشة. وإذا انطلقنا من المستوى من العدد أفراد ديال العوائل المغربية ديال الأسر المغربية، أقلها غنديروا أمويًا غنديروا واحد الخمسة ديال الأفراد، وخمسة ديال الأفراد وضرب 4,000,000 في خمسة طلعنا لكدا 20 مليون، كدا 20 مليون راه ما يمثل 66% من الشعب المغربي. إلا زدنا عليهم اللي غادي يقدروا يدخلوا معهم تاني للهشاشة، اللي كانوا خدامين اللي العدد ديالهم 800,000 عامل مغربي، اللي تم إما تغلقات المقاولات ديالهم أو بزاف ديال الحوايج اللي كيستافدوا دابا من ديك 2,000 درهم اللي كتعطي السينساس، 80,000 أجير مغربي راه هي 80,000 أسرة، وضربها تاني في خمسة شحال عطاتنا؟ راه عطاتنا تاني ما يزيد على 3 مليون مواطن مغربي. نزيدوا على هذيك شحال بقى؟ وصلنا ل 77% من المجتمع من الشعب المغربي. هذه لغة الأرقام، كان الاستقراء للأرقام، كان وصلوا 77% اللي كيعيشوا الهشاشة. إلا دخلنا ل 23 اللي بقات كنلقاو فيها 17% اللي كنسميوها طبقة متوسطة، الغالبية العظمى ديالها باش كتعيش بالكريدي، الدار بالكريدي، الطوموبيل بالكريدي، القراية ديال الدراري ديالو بالكريدي، العطلة بالكريدي،
الى في هذا الظل ديال الجائحه اللي كنتكلموا عليها اليوم اللي كنطلبوا من عند الله سبحانه وتعالى بالمناسبه ديال عيد الفطر يرفع علينا هذا البلاء وترجع المساله ماشي العاده ديالها، لان ما قبل كورونا اكيد لن يكون كما بعد كورونا، اكيد بالاكيد المطلق. قبل من هذه النقطه بغيت نسولك استاذي، بالنسبه للمغاربه اللي نقدروا نقولوا رجعوهم لارض الوطن، وكاينين اجانب اللي كانوا في ارض الوطن هنا في المغرب وكانوا رجعوهم للديار ديالهم، شحال ديال الطائرات تقريبا اللي خرجت من المغرب نحو دول اخرى حتى عالقين، يعني مؤخرا منذ الاعلان على الاغلاق حدود الجويه؟ لا لا لا، ما كانوش عدد الرحلات بزاف، كانوا شي جوج طائرات ولا ثلاثه اللي جاوا من ثلاثه ديال الرحلات او اربعه ديال الرحلات اللي جاوا من بلجيكا وجاوا من هولندا، الرحله ديال فرنسا، الرحله في عبر المغرب في اتجاه اسرائيل اللي دات 26 يهودي مغربي اسرائيلي، ما كانش يعني بزاف ديال العدد ديال الرحلات، واني المهم تم الاجلاء ديالهم، تمت الالتفاته لهم. قبل ما نتكلموا على الاجلاء نتكلموا على الالتفاته، التفتي بعدا لهم عاد قمتي بالاجلاء، مما يدل على ان عطيتهم الاعتبار، اعتبرتي بهم، عرفتيهم بانهم انسان بشري موجود، عنصر بشري موجود، ماشي في الحاله ديال اللي قال رئيس الحكومه ديالنا الموقر السيد العثماني اللي قال لهم اودي ما عندنا ما نديرو ليكم، راه حنا باقيين كنضغطوا، تسناو حتى ترفع الحدود، حتى يترفع الاغلاق ديال الحدود الجويه والبريه، وديك الساعه نخليكم تدخلوا، وديك الساعه الى تحلات الحدود، ما نحتاجوش للسيد رئيس الحكومه باش يقول لك اودي اجيو تدخلوا ولا ما تجوش. الملاحظه دابا سي عبد السلام، دابا كاينه نقطه اخرى في النظر ديالكم، اشنا هي التكهنات ديال امتى غادي ترفع هذا الحجر الحدودي الجوي؟ اللي يقول لك شي حاجه، اللي يقول لك السي عبد السلام شي حاجه يكذب عليك، هناك فرضيات يقدروا يحلوهم ابتداء كما على بحسب ما يروج له، يقدروا يفتحوهم ابتداء من شهر 7، لكنني اكاد اجزم بان ما غادي تفتحوش، اكاد اجزم نظرا لان كنشوفوا الحاله الوبائيه، ما حدا من كنقولوا واحد النهار ما تسجلت حتى شي حاله، كتخرج لك غد كيقول لك سجلنا 72 80 حاله، اذا الامور لا تبشر بالخير. الغريب في الامر السي عبد السلام وهو ذاك الواقي اللي كان يعني اللي كنسميوه بالفرنساوي لو بارشوك، سقوط البارشوك اللي كنلاحظوا دابا، الخرجه ديال وزير ديال رئيس الحكومه كيقول لك ما عندنا ما نديروا، الخرجة ديال الزميل ديالو في الحزب اللي هو وزير الطاقة والمعادن سميتو العمدة ديال قنيطرة الرباح اللي كيخرج تصريح رسمي، تصريح بالاوديو بالصورة ديالو كيقول لهم اودي ما عندنا ما نديرو لكم، راه كلشي ديال جلالة الملك، الفلاحة ديال جلالة الملك، هذه ديال جلالة الملك، علاش اودي اللي كتلصقوا في جلاله الملك هادشي؟ تحملوا المسؤوليه ديالكم، ما تطيحوش ذاك الواقي وما بين القمه وما بين العاهل المغربي، لان لا طيحتوا ذاك البارشوك اش كيطرى؟ كيطرى الشعب القمه في مواجهه القاعده، وهادشي دابا اللي كنلاحظوه في الفيديوهات، اللي كيخرج اش كيتلقى كيقول؟ صاحب الجلاله، محمد السادس، ما كنبقاوش دابا الناس كيتكلموا على رئيس الحكومه ولا على وزير الخارجيه ولا على وزير الا من رحم ربك، في حين لا خليو الوقار اللي واجب العاهل البلاد خليوها بار، طرفوه وقوموا انتم بالواجب ديالكم، اللهم الا كنتو عندكم موانع وعندكم حوايجات اللي كيحدوا من حريه الحركه ديالكم من المبادره ديالكم، هذاك شكل اخر. مع ما بن اخر سؤال، واش ما كتشوفش بانه السفاره العديد من السفارات ديال المغرب
نهجات سياسة صم الأذان وما بقاتش باغا تسمع. ماشي صم الأذان، أغلقت أغلقت النوافذ والأبواب، ما صم الأذان راه غادي تسد ودنك وتبقى كتشوف فيا. هادو سدوا الودنين وسدوا العينين وسد اعتبروا روسهم بحال ما موجودين. هالطامه الكبرى، في حين كانوا غير يتواصلوا يتواصلوا مع المواطنين مع العالقين يفسروا لهم المسألة. الله يجعلهم ما يفرقوا عليهم غير الكمامات، غير الكمامات وشويه ديال هادي من هنا غير رد الاعتبار. ما باش تسد عليا يا اخي الباب وغدا ملي غنجي نصاوب عندك الباسبور تلقاني نلقى ديك الساعه الباب محلول، لان غادي نعطي ال 500 درهم او 600 درهم او 400 درهم مقابل التجديد ديال الباسبور ديالي ولا. اذا شنو هي بقى راه حالو كما قال ترامب، بقى راه حالو عندما يجي فوضى رعوها وجب ذبحوها. ايوا دابا هذه راه الذبيحه، دابا هذه واقيله ديال العالق، كانوا مصدر ديال العمله الصعبه. واش عرفتي شحال 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 تحويلات ديال المغاربه ديال المهجر؟ شحال راه ما بين 40 حتى 50 مليار في السنه بالعمله الصعبه كنتكلم معاك. راه هناك ما يقرب من 13 مليون او 14 مليون مواطن مغربي بالمهجر، ما بين 40 حتى 50 مليار في العام، ما كان 40 ولا 50 مليار في العام. وكاين بعض الاحصائيات وبعض المراكز اللي كيوصلوا حتى ل 60 مليار. 60 مليار عرفتي شنو؟ راه ميزانيه اكثر من الميزانيه ديال الشقيقه الجنوبيه موريتانيا، اكثر من الميزانيه ديال الدوله ديال السنغال. 60 مليار اكثر من الميزانيه ديال السنغال. ولا كانوا كيجيبوا لنا تبارك الله هذا العدد، هذا المبلغ كامل ديال العمله الصعبه كيدخلوه لنا للبلاد حقيقه، كيصيفطوه لعائلاتهم. اياه ما قلناش لا، ولكن داخل المغرب، راه داخل الخزينه ديال المغرب. هادو بعدا راه كاين ضرائب، كاين. والغريب في الامر هادو سي عبد السلام استاذي العزيز لقينا فيهم الخير ودخلوا لنا هذا المبلغ. ارانا هذوك اللي كيخرجوا كيديو من هنا لبرا، كيديو من هنا لبرا. هالطامه الكبرى، واش فقدتوا الثقه في الوطن ديالكم؟ وحب الوطن اش كيقول؟ كيقول اودي جيب فلوس من تما واستثمرهم هنا، منها خلق فرص شغل، منها الرفع من القدره الشرائيه للمواطن، منها التحسين الانتاج ديال الاقتصاد. وهي غدا بحال هكا، ما نلقاو شي كيجيب العمله الصعبه وفي نفس الوقت كيخرجوها بحال الشكل اللي داروا. استغلوا المناسبه ديال اللي فتح لهم عاهل البلاد الاستثمار في افريقيا من خلال الجولات المكوكيه ديالو اللي قام بها سابقا واللي باقي لدابا، المحاولات ديالو الرؤيه الاقتصاديه ديالو في الدول الافريقيه. كنلقاهم كيطلبوا الاذن من مكتب الصرف، كيخرجوا الاموال علشان باش يديروا الاستثمار. الفلوس خرجوا والاستثمار ما كاين، والاستثمار ما كاين. اذا تهريب الاموال بطريقه قانونيه. وبه اختم متمنيا لكافه الشعب المغربي عيد سعيد، والله يرفع علينا هذا البلاء استاذي العزيز. شكرا لك على المداخلة وعلى التوضيحات أستاذ أيوب، تحياتي لك. إن كان هذا التدخل ديال سي أبو أيوب كيهضر فيه على إمكانية الرجوع دابا ولا إمكانية الإعلان على واحد التاريخ محدد لا مستبعدا، ولا أحد يمكنه التكهن بهذا التاريخ اللي غيقدر يتعلم في هذه النقطة هذه. البرلمانيين حسب الاخبار اللي وصلتنا فهما الفرق البرلمانيه كيتجمعوا بيناتهم باش يناقشوا اش غادي يتاخذوا من قرار، كيفاش انهم غادي يقدروا يرجعوا المغاربه العالقين بالخارج، كيفاش انهم غادي يشوفوا كيفاش يقدروا يدعموا. ما عرفناش شنو اللي غادي تكون النتيجه، المهم اللي توصل النتيجه راه ضروري غادي نقولها. لمده 10 سنوات من التحويلات والعمله الصعبه في الاخير تم تهميشنا، الحكومة تعاملنا بازدراء لا أقل ولا أكثر. 10 سنوات بالنسبة لك أنت، ولكن كاينين ناس أخرين اللي عندهم أكثر من 30 سنة. نحاول مرة أخرى مع السلام عليكم.
السلام عليكم. كيفاش بخير؟ عاود ميمونه راه ولا تقطع الخط وبقيت نقلب والو ما عرفش. يلا رشاد لقيتو بدا كلشي بخير. تحياتي الحمد لله الله يبارك فيك خويا. كنشكروك بعدا على المجهودات اللي كتبذل. ثانيا الاخوه اللي عالقين في الخارج كاينه مجموعه ديال المعيقات اللي خاصنا نلاحظوها. علاش؟ اولا كاين مجموعه ديال الاخوه اللي كانوا مشاو دي توريست، يعني ماشي موظفين ماشي خدامين، وغادين بواحد المبلغ معين، ودابا راه هما كيديروا شي حاجه كيطلبوا في الزناقي، لانهم تنصلوا منهم الوزاره ديال الخارجيه. خارجيه ما كاين حتى تواصل، ما كاين والو. والغريب ان شي وحدين مشاو على يومين ولاو بالك دابا شهرين. بالله عليك اش غياكل؟ اش غيشربوا ولادو؟ اش غيصرفوا؟ مني غيجيهم؟ كارثه بمعنى. والغريب في الامر الثاني هو انه دابا حنا كندويو على دوك الناس باش ما ينقلوش الى العدوى. دابا ملي ولات العدوى متفشيه عندنا هنا دابا واحد الاستهتار ديال المواطنين وهذا، خليهم حتى هما يدخلوا. ما بقى ما هما كيقول لك اسيدي حنا نجيو وديرونا الحجر، ما ندخلوش عاد ولادنا، ديونا لاي بلاصه، المهم انه نوصلوا للوطن ديالنا. والاضافه اخرى انهم في مثلا سبته وفي الخزيرات قالوا ليهم بانه اللي عدو دوب الناسيوناليتي ما يتحركش، باسبور خضر كيما قلنا كيما ولادو. لا زعما خطير، زعما شنو المعمول؟ انسان الا صبر، غير صبر شهر، ملي تولي 3 شهور 4 شهور راه كارثه. وما كاينش المبادره من وزاره ديال الخارجيه، ما كايناش. على الاقل اللي يفتحوا معهم قنوات التواصل، كيقول لك راه القنصليات راه كاين دي فيديو الناس سادين عليهم في القنصليه، ما كاينش معهم يتواصلوا. كيطالبوا في الزنقه انهم شحال، شكون اللي غيعطيهم الدعم؟ منين غيجيهم هما هذا الدعم هذا؟ الناس الموظفين كاع دابا اللي فقدوا الشغل، راه الوزاره مثلا الصندوق ديال الكورونا كيعوضهم، هذوك شكون اللي غيعوضهم ساكن؟ شكون اللي غيعطيهم 10 ريال؟ وخلي الاكل، خلي الشرب، خلي السكن. راه الناس راه في الزناقي به والله. لا زعما علاش ما ياخذوش مبادره؟ اي يدخلوهم ويحجروهم، يديروا لهم حجر صحي ويفرضوا عليهم داك الشيء اللي بغاو. كاين الناس اللي مراد، اللي عندهم التزامات، كاين اللي مخلي ولادو صغير. اما ولا التفاته. وهذا الشيء خطير زعما والله. الا زعما ماشي حنت المواطن كي في وقت الحاجه، وقت الحزه، كيبغي من واخا دعم معنوي، بلا ما على الاقل مثلا الخرجه ديال الوزير الاول مسؤول فيه، ما يخرجش ديك ديال ما عندنا ما نديرو ليهم، وبقى تما ولو مالو مسكين بالزمن، وخاص يبقى تما راه مكره. ردوا لي عشويه من داكشي اللي كان كيجيب لكم. لا ما كان يجيب والو، هذاك دابا ولا عالة عليهم، ما عندهم ما يديروا به. راه ملي كتكون كيقول واحد المثال، كون لو بير دون غي لو فيس غي لو بير، كون لو فيس دون بلوغ لو فيس بلوغ لو بير. ملي كانوا يجيبوا العمله الصعبه راه ولادنا مواطنين مغاربه، ودابا دابا عطيهم التسميه اللي بغيتي. شكرا لك سي جهيدي على هذه المداخله. بارك الله فيك خويا، الله يحفظك. الفكره اللي عجبتني انا هي ديك ديال ما دام في المغرب ما احترمش الحجر الصحي زيد عليهم الاخرين. صافي دخلوا ولي ليها ليها، صافي والله العظيم. بارك الله عليك. شكرا لك، تحياتي لك. في الحقيقه هذه النقطه هذه وغادي نسولوا في نفس الوقت، الا ولاو سدوا الحدود باش ما يدخلوش عندنا الحالات من برا، اذا هذه الحالات الا ولاو عندنا لداخل يعني ما بقاش عندنا ما نخبيو، ما عندنا زعما، الا جا من برا ولا من الداخل بحال الوقايه الوقايه، تعايش تعايش، مسافات التباعد، وزيد وزيد، حيت عباد الخارجين دابا واش دابا كتسمع في الدرب الفلان فلاني كاين فيه الفيروس، وكتلقى الدراري صغار خارجين كيلعبوا في هذاك الدرب دابا، يعني ما كنشوفوهاش حنا دابا باقا شي وقايه بهذا الاغلاق ديال الحدود. صافي تعرينا، حل الحدود، خلي المغاربه يدخلوا، دير ليهم دي بيستاج تم، يخلص الطياره ويخلص معاها تحليله، خلص طياره ويخلص معاها التحليله،
يدخل في البلاطار يديروا ليه التحليله. ديك اللي قال لك الا كانوا ما كيكذبوش قال 15 مينوت كتبان النتيجه، ديروا مختبر تما 15 مينوت تبان النتيجه دخل، ما بان تسنى لي بوزيتيف غيمشي يتعالج ديريكتومون ويخلص العلاج ديالو لانه من ديال برا. دونك خصهم يتقبلوا هذا الامر هذا، واللي هو نيجاتيف راه غادي يمشي يلحق على وليداتو. دونك كما قال دابا السي عبد اللطيف الخلفاوي، انا عندي نهائي باغي نمشي للبلاد اطلب المساعده كيف. دونك هي هذه، اما يجي ويقولوا ديك اللعبه ديال الفتح التدريجي ديال الحدود، لان الدوله تمشي للدول الاخرى وتجيب المغاربه العالقين. الا كنتي المغرب ساد الحدود ديالك راه حتى حد ما يتحكم فيك الا حليتي وصيفطتي جتي عندك، ما غتمشيش للدوله ساده الحدود ديالها حتى هي طبعا، دونك غتمشي للدول اللي حالين الحدود ديالهم. دونك هادوك حالين الحدود ديالهم سير جيب اخويا المواطنين وجي فيك، شكون غادي منعك؟ حتى واحد. ولكن كيبان بانكم ما باغينهمش يجيو. افشى الحكومه على الصعيد العربي، كل حكومات البلدان الاخرى رجعوا المواطنين ديالهم الا المغرب الواحد اصبح يغجر امام الجنسيات الاخرى من حام هذه الجنسيه. انا نقول لك العكس اخويا الهواري عبد الهواري، مع من صغرنا حنا عندنا واحد القضيه، المغربي عنده قيمه في الممشى، المغربي عنده نفس حاره، وما كانش المغربي يسمح لشي واحد يعير برا. وكانت بكري واحد الظاهره ديال انتيردي او شيان اي او زغاب، كيديروها في لي ريستورون في المقاهي وهذا، كي كاتبينها انتيردي او شيان اي او زغاب، ممنوع على الكلاب والمغاربه. وكانوا المغاربه فين ما كاينه هذيك البلاكه كانوا كيحيحوا، ما كيديروا لي ديغا يهرسوا ما كيخليو ما كيديروا. دونك حنا نفتخروا من حملوا هذه الجنسيه، ماشي حيت الحكومه تفشل حنا لا، حنا كنبقاو شعب ما كنبقاوش حكومه، حنا شعب. الا الحكومه ما دارتش خدمتها الشعب راه داير خدمته. دونك الله يهديهم، هادشي اللي غادي نقولوا. راه الناس مابقاتش عندهم باش ياكلوا، باش غادي يقطع التذكيره، خاص الدوله تلقى لهم حل للقضيه ديال التذكيره. حيت هاد الشركات ديال الطيران راه عندهم ديزاسيرونس باش كلشي يكون عارف، عندهم واحد التامين، والتامين تاع على بحال هاد الاخطار هادي. تفرقع الطياره في السماء غيتعوض، يعني كانت غاده وما مشاتش كيتعوض، هادو خدمه. دونك هاد الناس مخلصين، ماشي هما اللي ما جاوش، دونك الطياره اللي ما مشاتش لانه غالقين الحدود. انا ما سوقناش، خصك ترومبورسي للناس ولا تهزيهم تديهم. نقطة أغفلتها السي جهيدي، كيقول لك مادام تعطى رخص استثنائية داخلية وكتنقل العدوى محليا بحال الحالة ديال سيدي بنور، لماذا لا تعطى للعالقين رخص استثنائية؟ بطبيعة الحال هذا توا في محله. دابا المشكل هي أنه بمناسبة عيد الفطر الناس جاو من الدار البيضاء الخميس متوح العدوى، دابا كيهضروا على اصابه هي باقا ما تاكدتش، لكن كيقلبوا على واش غتاكد ولا لا. دونك سيدي بنور الدار البيضاء، جاو الناس ولاد غانم، جاو الناس الجديده، جاو الناس ولاد فرج، جاو الناس يعني جميع البلايص ديال الدكاله، جاو لهم الناس مواطنين دكاله من جاو الجديده وجاو اقليم جديده واقليم سيدي بنور، والنتيجه حالات سيدي بنور بصيفطها الدار البيضاء. شوفوا سي زيدان ابو ريان، راه درت لك اوكي، ما انتقلت عبر العزاء بخمس
مفتوح الخميس مفتوح. بالنسبه للخميس مفتوح شي واحد كيبيع شي الحوت في الدار البيضاء حسب المعلومات الوارده، لانه كانت توفات الوالده ديالو الله يرحمها، وكان جا دونك ملي مشى رجع في حارول جلزو، ملي رجع في حارول الدار البيضاء المهم داروا لي لي زاناليز اما بعياء ولا حسب شي اعراض، داروا لي لي زاناليز لقاو عنده الفيروس، رجعوا عند خوتو عند عائلتو دابا داروا لهم تما التحاليل اليوم حتى كيفاش كوفيد. لا لا اللي كان خصو باش يركب في الطياره اللي مخلص الطياره هذا خصو خصهم هما يعوضوه الطيارات. الناس كلها كتلوم الحكومه وهذا امر خاطئ، الحكومة عملت برنامج خاص لاسترجاع العريقين إلا أن تدخل الدولة العميقة هي من وقفت أمام تنفيذ هذا المخطط. هذا الكلام عن مصدر موتو. نعم، وأصيب أحد الجزارين مشكوك فيها. الجزارة راه كاينين أكثر من واحد، كاينين لا خمسة ديال الجزارة، جوج من ولاد فرج وواحد من سيدي إسماعيل. واحد من تيكني واحد من أزمو. يجب محاسبة معاقبة كل من خرق هذا الحظر، وإلا ماذا نسمي يعني معاقبة أش العقاب كاع. احنا عطينا الحالة الوبائية وهضرنا على خمسة هاد الجزارة ماشي على جوج، جوج في ولاد فرج وواحد في تيكني واحد في سيدي اسماعيل واحد في زمور، وكاين منضيفه في الكرنه ديال سيدي اسماعيل، وكاين جوج في بلاصه الحوت ديال الجرف الصفر. دونك خويا زيدان ما يمكنش كنعطيك لا كام وكترجع من هذا المباشر وعاود رجع. هذه فكرة مزيانة بصراحة ديال سير جيب المغاربة ملي سيبن هاروغا تحياتي سيدي محمد وأخيرا أخويا تحياتي ليك. كي داير خويا؟ تحية نضالية مبروك عواشرك خويا. علينا عليك خويا، مبروك عيدك ومبروك عيدكم كاملين الاخوان اللي متبعين هذا اللايف، وتنشكروك سي حكار على هذه المباشرات وكذلك على المجهودات القيمه اللي قمتي بها طيله شهر رمضان من خلال الدردشه قبل الافطار، وكذلك المواضيع اللي كتناولها من هذا المنبر ديالكم. كنبغيو نقدموا لكم الشكر. كنظن بان الموضوع ديال اليوم هو المغاربه العالقين بالخارج ياك. أيه. وللأسف أنا راه تسنط بعض التدخلات ديال الإخوان، وكل شيء كيصب يعني التدخلات كانت قيمة والناس كتتكلم غير على الواقع. يعني إحنا شنا المعاناة ديال هذوك الناس، إحنا شناهم عبر ناس داروا فيديوهات داروا نداءات داروا مباشرات، شنا الحالة الكارثية اللي كيعيشوها بعض يعني بعض الناس، وخصوصا السياح اللي كانوا مشاو من أجل السياحة وبقاو تما. يعني راه كنت حتى من المدينه الجديده، انا كنعرف ناس من المدينه الجديده وربما كتعرفهم حتى انت السي حكار، كاين ذاك الاخ الراضي الا كنتي كتعرفو راه من العالقين. رشيد في مصر، رشيد من العالقين حتى هو في مصر، وللاسف خلى الوليدات ديالو هنا وخلاهم غير مع الخادمه. والانسان كيدوز هاد الشهر ديال رمضان اللي يعني كيبغي واحد التجمع عائلي، دوزو خارج الوطن ديالهم. هادوك الناس يعني المعاناه ديالهم راه مطالع بها غير الله. كاين كذلك واحد الاخت حتى هي راه فاعله جمعويه،
كانت مشات من اجل المشاركه في واحد المؤتمر اللي كانت كتمشي مشات كتمثل المدينه الجديده وكتمثل المغرب. صدقت هي حاصله تما، خلات الزوج ديالها، خلات الاطفال ديالها. هاد الناس هادو حنا تواصلنا معاهم، يعني بصراحه شيء يحز في النفس والله العظيم. كتبقى تحسر عليهم، وحنا كمواطنين راه ما باليد حيله، يعني راه ما تقدر تقدم لهم حتى شي اضافه. حنا المسؤوليه راه كان يعني اللي معروف راه هو الوزاره ديال الخارجيه. هاد الوزاره اللي بالفعل ما قامتش بالدور ديالها كوزاره، يعني ملي كنجيو كنشوفوا وزاره الداخليه والمجهودات اللي كدير، كذلك لجنه اليقظه، ولكن وزاره الخارجيه راه كتحمل المسؤوليه ديال هاد المغاربه العالقين بالخارج. وكما كانت التدخلات ديال بعض الاخوان، خصوصا في هاد الناس اللي مشاو للسياحه ودوا معاهم يعني واحد المبلغ على حدود هذاك الاسبوع اللي غادي يدوزوه تما، او 10 ايام اللي غادي يدوزوها تما، صدقت مقاضي عليهم الفلوس. كاين يعني راه شنا حالات، والله العظيم شنا حالات يعني لا يعني تدمع العين وتدمي القلب. والمغرب نورمالمون راه حنا كنشوفوا دابا دول متقدمه، دول متقدمه واللي عندها اقتصاد كبير وعندها حالات ديال الاصابه ديال هذا وباء كورونا، عندها حالات كثيره يعني بالالاف، ومع ذلك راه حلات الاجواء ديالها ودخلات المواطنين ديالها. والمغرب راه خصو حنا الوباء ديال كورونا حنا راه غادي كيتفشى، يعني راه ضروري خصنا نتعايشوا معاه. راه ما يمكنش نبقاو سادين الاجواء ونبقاو سادين، نبقى الاقتصاد منكمش بهذه الطريقه، وتبقى المعاناه ديال المواطنين. راه واخا هاد المجهودات اللي كتقوم بها الدولة سي حكار، يعني هاد المجهودات من خلال هاد المساعدات ديال الرميد ولا المساعدات الإنسانية ولا هادي، راه داكشي كيبقى في حدود، يعني في واحد ما داكشي ما راه لا يلبي الطلبات ديال المواطنين. إلا خدينا غير المبلغ ديال 1200 درهم لأسرة كتكون من 4 الناس ولا هذا، راه داك السيد 1200 درهم راه كاين اللي كاري ب 1000 درهم، شنو غادي يدير؟ دونك هاد السيد هذا راه ما غاديش يخلص الكرة، راه ما يمكنش يخلص الكرة. دونك حنا من بعد هاد الوباء راه تكون عندنا واحد الأزمة سي حكار، واحد الأزمة اللي هذا ربما تكون عندنا واحد الأزمة خطيرة هنا في المغرب، سي لأن حتى مهروبة، المقاول وي بالنسبة لهذه القضية هضرنا عليها البارح بأنه ما بعد كورونا راه طبيعة الحال غادي المحاكم غادي تعرف العديد من القضايا ديال الإفراغ والأداء بالنسبة للمكترين، وأيضا الصير إهمال الأسرة بالنسبة للأزواج اللي ما عندهمش باش يخلصوا الصير على أولادهم ولا على عيالاتهم، خاصة إذا كان مزوج امرأة أخرى وعنده معاها حتى هي أولاد، دونك بطبيعة الحال ما غاديش يقدر. غير أنتم من المنظور ديالكم كهيئة حقوقية، واش ما كتشوفوش بأن واش يقدر يكون عندكم أنتم شي سبيل أنكم تراسلوا شي جهات ما من أجل المطالبة بإدخال هذه المغاربة، فتح الحدود وإدخال هذه المغاربة وإجراء تحاليل لهم مع الأداء بطبيعة الحال لمعرفة مدى إصابتهم بهذا الفيروس من عدمه. وحنا راه كنا درنا واحد البيان وضحنا في هذه الامور، يعني فعلا كانوا جاونا نداءات من عند المواطنين، وخصوصا كاينين كما قلت لك الناس اللي كاينين هنا كان عندنا تواصل معاهم. درنا بيان، صدرنا واحد البيان، وكنتمناو يعني الجهات المعنيه راه ما خافيش على هذا الامر هذا. ويعني راه كاين واحد المجموعه ديال الهيئات الحقوقيه على المستوى الوطني اللي تناولت هذا الموضوع هذا، وكنتسناو رده الفعل ديال الوزاره الخارجيه اللي خصها تدخل. سي حكار، الا جينا نشوفوا هذوك الناس مثلا، شفت انا فيديوهات ديال بنات اللي مشاو بوحدهم، مشاو توريس، اما مشاو لتركيا، اما مشاو لتونس، اما مشاو لمصر، وبقاو عالقات تما. يعني هذوك راه معرضات، يعني الا الناس الا ما لقاوش باش غادي ما لقاوش فين يسكنوا، هذا راه معرضات للابتزاز، معرضات لواحد العداد ديال الامور، يعني اللي احنا كمغاربه يعني ما نبغيوش مرضوش. نسمعوا. ما رضاوش هاد الاحكار المغربيات، يعني يتكرفصوا بواحد الطريقه ولا يتم الاستغلال ديالهم بطريقه او اخرى. هادشي حنا ما رضاوش كمغاربه، والوزاره خصها تتحمل المسؤوليه ديالها سي حكار، وحنا راه فعلا كنحملوا المسؤوليه ديالها. حنا كما ذكرتي سي حكار، ربما المحاكم راه عاد تحرك، اللي عاد تخدم من بعد كورونا هي المحكمه، لان راه المتضررين يعني راه اش نقول لك، راه كاين المقاولات يعني
اللي عندها التزامات، عندها لي شيك سون بروفيزيون اللي كيرجعوا الكرا. دابا الحركه التزامات التجاره هي موقفه، ولكن الالتزامات ديال الشركات وداك الشيء راه مستمره، راه اللي كيتسال شي حاجه راه غادي يمشي يطالب بها، لان راه حتى هذاك مول الكرام مثلا اللي عنده دار كاريها ولا شنو، راه كيتسنى حتى هو في هذاك الرزيق ديالو معول على ديك لاصوم اللي غادي يشدها من عند هذاك الكاري. وسي نورمال هذاك السيد اللي ما غاديش يخلص، الاخر راه غادي يطالب بالاداء وغادي يطالب حتى بالافراغ. يعني راه تكون واحد المعاناه اللي غتكون معاناه حقيقيه اللي غادي يتعرض ليها المواطن المغربي في ظل هذه الجائحه. حنا كيبان لنا سي حكار بان راه الناس كلشي بداو كيديروا الديكونفينمون، دونك هذا المرض هذا كنظن بان حنا ملزمين باش نتعايشوا معاه، لان حتى الدوله ما تقدرش دير فوق الطاقه ديالها. يعني راه ما يمكنش عاد تبقى واحد 5 شهور ولا 6 شهور الدوله كتصيفط هذيك المساعدات رغم القيمه ديالها، قيمه ضعيفه يعني لا تلبي المتطلبات ديال الاسر المعوزه اللي كاينه على المستوى الوطني. دونك راه هنا راه كاين واحد الاشكال كبير، كنتمناو يعني حتى الدوله تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وتلقى حلول، لان راه لا استمرينا في هذا الشيء ديال الاغلاق ديال انكماش الاقتصاد واغلاق الحدود هذا، راه غتبقى يعني غتكون واحد المشاكل ومشاكل كبيره كبيره بزاف اللي تنتظرنا، وربما اللي الاثار ديالها ما عتبانش دابا ولكن سي سور عتبان من بعد. شكرا لك سي محمد بن حاروقه على هذه المداخله هذه، وكنتمنوا الله بصح نيتي يرفع هذا الوباء هذا، وكنتمنوا ان الصوت ديالكم يتسمع ويفتحوا هذه الحدود ويخليوا هاد الناس العالقين يرجعوا لارض الوطن. تحيه لك سي محمد بن حاروقه. استحكار تحيه لك وتحيه للاخوان كاملين. شكرا لك. دونك كان سي محمد بن حاروقه. غير هي كاينه واحد النقطه حسب اللي كنسمعوا بالنسبه للمغاربه العالقين بالخارج، شهر يونيو غادي يكونوا بوادر ديال الانفراج من خلال يعني تنظيم رحلات من العديد من الدول بالعالم الى المغرب. دابا كاينين مقترحات سبل يعني لايجاد الحلول داخل ديال الدول هادو، ف الى ما جيناش حنا نطرقوا لهذا الموضوع وحدين اخرين يطرقوا لهذا الموضوع ودخلوا معاهم الاخوان كاملين وحدين اخرين، دونك الى كان واحد كيقلب في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في اليوتيوب وغيلقى، حيت انا كندوزو حتى اليوتيوب، يعني حتى لي في الحلقه هنا يقدر يدخلها في اليوتيوب، اذا ضروري غيطيح اما عندي انا اما عند شي واحد اخر اللي طرق لهذا الموضوع وغادي يعرف المعاناة. هادشي علاش كنقول لكم طلعوا وبانوا وهضروا باش صوتكم يوصل، راه الا ما وصل الصوت ديالكم غادي يبقاو مخليكم نتوما الاخرين. حنا سمعنا بانه راه كاين هناك انفراج ان شاء الله، ولكن ضروري يبان شنو اللي كاين. نشوفوا سي سعد. اوكي ريبونس اخويا سعد. سعد كنعطيك لوتوريزاسيون. اوكي ريبونس. والو، عاود خرج ودخل. راه تما تخرج ودخل نشوفو زيدان، هو عطيناه لانفيتاسيون. هادشي علاش كنقول لكم بارطاجيو. انا راه حيت ما غنتخلصش في اليوتيوب في الفيسبوك، هنا ما غنتخلصو حتى بيه. بارطاجيو عا باش بنادم يعرف المشكل ديال العالقين بالخارج. السلام عليكم. تحيه نضاليه سي سعد. شي سعد مبروك عواشرك. ماشي سعد، لاباس عليك؟ بخير. شكون اللي معنا؟ زيدان. زيدان عفوة زيدان عفوة. زيدان ابراهيم بخير، الله يحفظك. كلشي لاباس؟ لا كيداير بخير خويا زيدان، صحه لاباس؟ مع الوباء كلشي مزيان؟ وحنا كنتعايشوا. ايوا مزيان. كلشي بخير؟ كيداير بخير، كلشي مزيان، الله يحفظك. كلشي لاباس الحمد لله. فينا بلاصه انتوما؟ حنا في السعوديه في الشمال سكاكا. ما نسينا الشمال، حنا الشمال نسينا. اشنو المداخله ديالك اش غتقدر تضيف لينا فيها بشان بعدا كيدوزوا العيد؟ العيد دوزنا مزيان بالدار، لا بخير الحمد لله مزيان. بالدار حنا في الشمال كان ندينا شويه ناقصه، ما فيهاش كورونا بزاف، فيها 8 الحالات تقريبا.
ولكن والله عطاوكم شي غريبة، ما ايام كاينينش تهدير. تم بزاف. كاينين شي تقريبا شي 40 واحد تقريبا. دونك معدودين على رؤوس الأصابع. ايه كاين وكيفاش شي هذا اللي كيفاش معايا هو داير اللي حاضر، الحالة ديال كان المغاربة اللي لا بخير بخير، كلهم تقريبا بخير، قليل دونك قليل عايشين اللي مزيان؟ شوية. لا لا بخير، هذا اللي كان الدري اللي معايا كان مقطع نهائي وكان حاز التذكيرة، هو اللي ما مشاش، هو اللي بقى واحد هنا صافي، ايه تيدير شي ولكن حل راه تاني باقي بحال عندهم الحق. هاك، عندهم الحق تيفوت ان شاء الله دوابة، شو غيديروا هو ضروري اللي بقى. عندهم يعوضوا ليهم ويعاودوا يهزوهم، ما كاين حتى شي مشكل، ايه ضروري غادي ايه ما يوصلوا. يكون الحمد لله، غير الصبر احنا اولدي، الحمد لله الصبر اولدي، الدراري في الصبر. المدن الكبار اللي مكرفسين ساكن بحال جدة الرياض مكة، احنا دابا بقى فينا الحال على داك اللي ضل من كازا ومشى لسيدي بنور، هو اللي بقى فينا الحال، داو علينا المرض، كنا بخير تما. البليده منين؟ بالسلامه سي زيدان. سيدي بنور، سيدي بنور، سيدي بنور، سيدي بالنور، هذاك الشيء علاش بقى ايه فيك بحال الحال. بقى فينا واخويا الحال الحمد كنتمناوها لله. تكون اخر اصابه، ان شاء لحقاش الله ان راني شاء مشيت الله لسيدي الله، بالنور وشفت كاين هناك ايه ان شاء الله. تراخي، تهاونوا الناس تما، ايه ما بقاوش واخدين دار الامور خطافة بجديه. ممكن دابا هادو، كيفاش تدخلوا لسيدي لا بنور لا هذه ماشي خطافة خطافه، ولا هذا كيفاش جاجة، هذا ماشي بالتداول؟ خطافه. عنده اوراق فهمت باش يمشي ولا لا؟ لسيدي بنور، ما فهمتش عنده لا هذا. هذا قال لك مشى بالوثائق ديالك بالرخصه، قال لك. ولكن جا لديك القريه، وراك عارف القريه كي دايره. قرية مصيبة، الخوف دابا من لا صافي انه لو مشيت يكون تما هناك قتلك كل اصابات دابا. اخرين. المهم نتمنوا ما يكونوا حتى شي اصابات اخرين. قول يا لي الله بالنسبه لك انت، يا رب. بالنسبه لك كتواصل مع المغاربه في السعوديه؟ كنتواصل معهم ديما، دري في جدة، في واش كي الرياض، في الدمام، اش كيعاودوا؟ لا شوية كاين اللي بخير وكاين اللي مكرفس، كاين اللي بخير وكاين اللي مكرفسين. وما كاينش حلول، ما كاينش شي حد لا للدخان. الساعة باقي ما داروا تحل، باقي سيقولوا نهار الخميس غيبدا يطلقوا بشوية بشوية الخدمة، دابا حابسين هذا خمسة، حنا الخميس عمرو هذا ما حبسونا، كانوا كيطلقونا من 9 لـ5، كيعطينا واحد 6 سوايع كنخدموا في النهار، المدن الاخرين كان حابسين 24 ساعة 24 ساعة. حنا بخير كنا خدامين بخير، حتى حبسونا هاد السيمانة بعد عيد ايوا ما كانش يصاوب الله عدد، يصاوب الله. بالرغم ما كانش عدد الإصابات بزاف تما عندكم. لا ما كاينش في الشمال، حنا البلاصه اللي فيها الجوف سكاك الجوف فيها تقريبا شي 23 او 9 الاصابات، كلشي الاخرين تشافى. حنا مزيرين الوقت، هنا مزيرين الوقت ماشي والمواطن متجاوب توا مع هذا الحجر الصحي ولا لا؟ لا والو ما كاينش، ما تخرجش نهائيا. والو. كاين واحد صريح كتدخل، كتشري واحد اللعيبه بالتليفون، وكاين واحد صريح عندك يعطوك ساعه، كتمشي للحانوت تتقدى السوبر ماركت كتقدى وتجي ساعة ما تشوف الساعة، ملي كتوصل 50 دقيقة كتجيك رسالة خصك تمشي للدار. وكيفاش كيجيوك هاد المغاربه دابا اللي هنايا اللي ما ملتزمينش بهذا الحجر الصحي؟ راك والله شتيهم أنا دابا في كازا، أنا الاسواق في كل. كندور دعير على الكازا، كازا اللي مشكلة اللي داتني المرض لا البلاد. لا تجديده، تاسفي، جديدة راه سيدي شوية كازا، بنور. لا لا المغرب كامل خارج. لا ما فهمت فهمت، كلهم خيروا كتاريش كازا، كتاريش كازا، كل شيء انا كنشوف كاع كل شيء كيهضروا على كازا، كل شيء هما اللي ما حيت كازا فيها اي عدد والله يسهل. الإصابات بزاف. هما اللي قال كيمشوا المهم سي للبحار، زيدان، كيمشوا للبحار، كيلعبوا كورة، انا هادشي اللي سمعت اخويا اعلام. الله يحفظك خويا، الله المهم يحفظك، سي زيدان كنشكرك على هذه المداخلة أنت الله والأخ يحفظك، اللي الله معك، يحفظك، الله يحفظك، وكنتمناو الاثنين المقبل ثاني تكون معنا في نفس ان شاء التوقيت الله مع ان شاء تسعود، الله ان شاء الله الله ونتمناو يحفظك، هذه الخطرة تزيدنا شي إضافات أو ثاني أخرين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله أخبار على المغاربة ديال المهجر، ان شاء الله ان شاء الله وتقربوا من هذا المشكل. تحياتي ان ليك، شاء الله، الله والسلام يحفظك، عليكم. الله يحفظك، تبارك الله الله عليك، يحفظك. تبارك الله. هذا من شمال السعودية، كنظن سمعتوا شنو اللي قال سي موريس لوكس. السلام عليكم، بركاته. كي داير سي صحيح كان موريس؟ بخير، بخير.
صحيحة. الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. السمية منين جبتيها هذه؟ مريد مريد فلوكس؟ لا لا فلوكس ده. مريد فلوكس لان قناة مريد فلوك، حتى عندي قناة في اليوتيوب يعني القناة ديالك. اما مريد عبد الغني، اما مريد عبد الغني راه تعرف الفكر، راك عارف تحياتي بعدا. باش عليا انا بغيت نعرف، راه كاين اللي غيسمع غادي يقول لك شكون اللي التوضيح هي طاح على قلبه هذاك الشيء اللي كاين بخصوص المداخله ديالك. مداخله بخصوص اخويا هاد الوباء ديال كورونا ومدى انتشار ديالو والاساليب الوقائيه اللي دايرين دابا. انا كاين لا حنا دابا اللي على الجالي على العالقين برا ياك اخويا ارضا العالقين برا ندوزو لهاد النقطه الثانيه حتى نبغي نعرف فيها شي حاجه. مرحبا مرحبا. غير بالنسبه للناس اللي عالقين برا، الناس اللي عالقين برا حنا كنتمنوا ان حتى سمعنا بان غتفتح سميتو المطارات غيفتحوا سبيسيالمون للمغاربه اللي عالقين برا، غادي يرجعوهم مع يعني بالاضافه انهم غادي يديروا لهم الحجر كما داروا للطلبه ديال ووهان. هادشي الاخبار اللي كاينه فهمتي، هادشي اللي قالوا فهمتيني ولا لا؟ هذا الخبر سائد، لا الخبر سائد ما يقدروش عليها. عرفتي علاش؟ لا حيت دابا اللي كاين انا قاطعتك على قبل باش نوضح هذه النقطه هذه، لانه كاين واحد الحالات دابا هنا في سيدي علي بن حمدوش لي ابري 40 يوم من بعد 40 يوم على ظهور الحاله عندهم في الدار وما بانتش عليهم لا اعراض لا والو. ملي داروا لهم التحاليل لقاو عندهم كورونا بدون اعراض. يعني هادو كنتو وكانوا جايين من برا وجلسوا 40 يوم ما غتبانش عليهم الاعراض، غيصيفطوهم في حاله بدون علاج. صح صح. اذا احسن حاجه ماشي هي الكونفينمون ولا الحجر الصحي، وانما التحليله تكون ديك التحليله تحليله عالجه تحليله. لا 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 مستعجله. تحليله الناس اللي غيجيبهم يديروا التحاليل مباشره، يديروا التحاليل ويخرج التحاليل ويدخلوا فهمتيني. هذا اجراء وقائي ما فيه حتى شي مشكل وماشي عيب. والانسان اللي غادي يديروا له التحليل غيلقاوه ايجابي، راه غادي يديروا يعطيوه العلاجات الاوليه ديالو، الاسعافات الاوليه ديالو، يعطيوه الدواء ديالو، مسائل ديالو تيصحوا العلاج الايام ديالو وهو خارج بحالو، خارج بخير وعلى خير واخا. هما يتعرف النقطه ولا بعد النقطه الثانيه ديال علاج من داك الوقايه من كورونا. والوقايه من كورونا خاصنا خويا كلشي خاصنا الالتزام، حنا كمواطنين خاصنا بعدا نلتزموا بالاجراءات الوقائيه. خاصنا ضروري نخليو المسافه القانونيه من التسوق ولا التبضع. العباثيه بعدا في يعني في التحركات ديال الناس وفي التبضع، يعني كاينه العشوائيه، كاين اللي ما دايرش كاع يعني ما دايرش كمامه وواصل حتى لعند الخضار كيتقضى عادي ومزاح مع الناس واني با لا. وهذاك الشيء في حد ذاته راه كيأثر، لان راه غادي كيساهم بانتشار الوباء بواحد الوتيره كبيره. سمعتيني اسي حكار؟ ايه سمعتيني اش قلت لك؟ كنسمع. المشكل اللي كاين هو اننا حنا خصنا نلتزموا يعني بالوقايه، ونحاولوا نبدلوا الكمامات بشكل دوري، ونديروا التعقيم لليدين ديالنا، ونديروا التعقيم اخويا، ونردوا البال مزيان، ونحاولوا الاماكن المكتظه ما نمشوش لها، ونخرج الا خرجنا ولو يحيد الحجر. راه خاص انسان يمشي يقضي غرضه يدخل بحاله لدارو، ما خصوش يبقى يدور. علاش؟ باش نحيدوا هذه المشكله هذه فهمتيني. حتى الا بقينا غادي الا تحيد هذا الحجر الصحي راه الناس غادي شوف دابا في يعني في الوقت ديال الحجر الصحي وفي حضر التجول الناس كتخرج. البارح كانوا كلشي تعلم على ان الناس ما خصهاش تخرج البارح، واغلبيه الناس خرجوا البارح هنا في جديده. فهمتيني السي حكار؟ فهمتك. وهذا في حد ذاته راه مشكل. وحاجه اخرى اللي كتبان لي ان الحاجه اخرى اللي خصها دار، وانا كنشوف غياب ديال سميتو
الآلة ديال القياس ديال الحرارة خصها تكون في البراجات وتكون يعني في المطار، من غير المطارات تكون في البراجات ديال المدن. في كل باراج ديال الجوندارم ولا باراج ديال الأمن الوطني خصو يكون عندهم داك المقياس ديال الحرارة، خصو يكون عندهم، ويكون مركز ديال التحليلة، فهمتيني؟ مركز بحال قلتي مراكز ديال التحليلة في كل باراج، اللي غيشكوا فيه غيعبروا ليه يلقاو 38 ولا 39 يدوزوا ديك الساعه يديروا ليه التحليله. عنده الفيروس يديوه، لومبيلونس موجوده تما، عنده الناس اللي غيتعاملوا معاه، ما فيش راه غادي يقول ليه يدوز، عنده ورقته يدوز. هذا هو المشكل، لما دارش هاد الاساليب الوقائيه راه غادي نطيحوا واحد المشكل كبير وما غاديش نساليو من هادشي. شكرا على المداخله ديالك السي عبد الغني، وتحياتي. الله يبارك فيك السي حكار، نتمنوا نشوفك عندي واحد ان شاء الله. السي حكار، غير بغيت نعلن بالنسبه للناس اللي عندك هنايا، غادي يكون عندي واحد اللايف الا كان ممكن، عندي واحد اللايف غدا ان شاء الله، خاص فقره تنشيطيه خاصه بالاطفال الصغار البهلوان. غادي نكون عندي اللايف غدا مع 8:30، اللي بغى عنده وليدات صغيورين وبغاهم يرفع عليهم وداكشي غادي تكون عندي معاهم اللايف غدا ان شاء الله مع 8:30. يجيو الفيسبوك يديروا موريد فلوغ ويدخلوا عندي ويجيبوا وليداتهم يهضروا معايا. موريد غادي تكتب لتحت في المباشر عندنا في التعليقات، كتب الادريس ديال الفلوغ ديالك، مرحبا، ديرها لتحت باش تدخلوا ليها مباشره. شكرا على التوضيح، تحياتي لك وتحياتي على طال عليك، اعتذر. ولكن المهم فكره زوينه بعد هذه القضيه ديال الدراري الوليدات ديالنا، ان هاد الوليدات يترفي شي شويه. ومشكور عليها. دونك نمشيو عند السي سعد، كنظن هاد المره غادي عندك. السلام عليكم. وتحية نضالية. Aucune réponse. قلنا بخصوص المغاربة العالقين بالخارج. تفضل السي قرفي. شمن سعد هذا؟ شمن سعد؟ السلام عليكم يا سي سعد. عليكم السلام. اشمن سي سعد هذا؟ راه قرفي هذا قال لك سعد. لا سي سعد سي عبد السلام كان قبل منك سعد. قلت ريتما سبقت الصالون. ها نعم، كي داير بخير؟ مبروك عواسرك. الله يبارك فيك اودي يا سي. سمعتك كتطرق لهاد المغاربه العالقين بالخارج، وانا بغيتك تطرق دابا في ظل الوجود هذا الحجر الصحي وهذا المأزق اللي طحنا فيه دابا. في الحقيقه اللي كنشوفوا الناس ولات كتحرك بالسي التسعينات ومن الدار البيضاء الجديده كيدوزوا من الدواور، فهمتي ولا لا؟ كان عندنا الحجر الصحي ونخليو كيجيوش من جهه البراج، كيدوزو من الدواور وكيمشيو. بحقيقه هذا هو المشكل. كنا نشوفو الناس اللي عالقين هنا بداخل المدن ونديرو لهم الحجر الصحي، وهاديك الساعه اللي بغا يدخل لمدينتو يدخل، ما كاينش المشكل. ولكن تكون واحد المراقبه وتكون تحليلات السي عبد السلام. الحجر الصحي هاد الحجر هذا اللي غنديرو لهاد الناس، لاش غنديرو لهم؟ نديرو لهم التحاليل. صحيح التحاليل.
كما قلتي انت باغي يجي جديده باغي يجي عند والدي نديروا لهم التحاليل بلا ما يصدقوا هاز كورونا عاد مشى الدوار لصق في الدوار عاد جنا عاد نديروا لهم التحاليل عاد نولوا للمخالطين كنا نديروا ليه التحليلات ندير واحد المبادره ونديروا تحليلات نديروا ليه تحليلات وما غاديش يكون ما نطيحوش في هذا المشكل هذا فضائي هذا وما عرفتش يقدر يكون غالب يقدر يكون صوت واش ما كتشوفش واش ما كتشوفش معايا بانهم اللي غايجيو هاد الناس ويدخلوهم هاد الحجر الطبي وغايدخلوهم واحد 14 يوم ولا 15 يوم بانها ما بقاتش كتعطي الفايده ملي بانوا الحالات ديال سيدي علي ما عندهم لا اعراض لا والو بعد مرور 40 يوم ماشي حتى 10 ايام ولا 14 يوم 40 يوم وما عطاتش الاعراض اذا دروك واش في النظر ديالك حتى هذا الحجر الصحي غادي يعطي فائده ربما ما فهمتينيش السي عبد السلام دابا التدخل ديالي واقيلا ما فهمتيني دابا انا قلت هاد الناس اللي كنضاربوا معاهم دابا كيدوزوا كيسلتوا دابا وجايين بالستينات او جايين حارقين بواحد مع داك الخطافه شحال لهم المجال اللي بغي يجي مدينته نديروا ليه التحليلات على الاقل ندير انا ديجا قلت من السيد بانور قلت راه واقيلا جاب الوراق ديالو الله اعلم وين داكشي وين داكشي شغله ولكن كنا نشوف هاد المغاربه اللي عالقين هنا بالمدن الداخليه هنا بحق ونديروا ليه التحاليل واللي بغى يرجع لمدينته يرجع لمدينته ما عندناش مشكل اما المغاربه اللي عالقين بالخارج بخارج الدول الاوروبيه ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في المهم راه كان عليهم يصبروا راه ما دام مهاجرين ومشاو دبروا على روسهم وكل شيء بنادم يصبر يصبر حتى يفوت هذا الوباء باش غيصبر كاين المشكل انا غنجاوب انا اللي غادي نجاوبك دابا هذا مشى عطله هز معاه 100000 ريال خلى منها 20000 ريال باش غادي يتشيطي في جيبو ما عندوش دابا باش غيعيش هذا يلاه صيفط لدارهم الفلوس مخلي عنده باش يدوز 10 ايام ولا 20 يوم بين ما تخلص فراشه جات الجائحه وهو كيخدم حجاب سدوا عليه ما بقاش حجاب باش غيعيش اقول السي قرفي هو مشكل هذا السي عبد السلام هذا راه مشكل نعم راه هذه هي اللي خصني نجيو بها راه ما كنهضروش حنا على دوك اللي خدامين تم اصلا وساكن تم واخا يجلس في الدار غيتخلص كنهضروا على داك اللي خدام كيتخلص بيدو النهار ولا داك اللي بحال الحجام خدام مع هذا ملي سال الجائحه سير لداركو راه ما غيبقاش يخلصوا حيت كيتخلص من الارباح من الرصيد اللي خدامين في لوطيلات نفس المشكل اللي كيمشيو على حساب خدمه عاديه نفس المشكل راه كاينين كاين لي سالات الخدمه ديالو الكونترا سالات خصو يدخل فحال ما غيبقاوش هازين الاخرين يقول لي خرج فحال دونك خاص السفاره اللي تاخذو بعين الاعتبار شحال منهم هادشي اللي كاين ودي السي عبد السلام الحقيقه خاص المهم خاصها تكون شي التفازه غادي نبغيوك غدا السي قرفي السي قرفي غادي نبغيوك غدا السي قرفي لاننا غتكون عندنا واحد الحلقه مع الفلاحين الى عندك شي ما يتضاف بخصوص هذاك الشعير المدعم شي حاجه ديال هذا دخل معنا غدا ان شاء الله انا قلتها لك فكرت ان شاء الله تحياتي ليك سي عبد السلام صبحنا خير وشكرا لك على كنشكرك على هاد اللايفات ومن هاد اللايف ديالك كنطلب من الجديدين باش يصبروا ويلتزموا بالحجر الصحي راه المرض كاين دابا راه كاين استهتار في الحقيقه وكنطالب من السلطات ومن عامل اقليم مدينه الجديده باش هذاك السوق ديال لا زهره ديال داخل راه كارثه راه واخا عطيتو من حوانت راه كاينه فوضى عارمه راه نكون واضح معاك السي عبد السلام هما داروا واحد البادره زوينه دخلوهم داخل السوق المارشي ديال الحوت ولكن راه كارثه والله العظيم لا كارثه راه كارثه هناك استهتار راه يجب على السلطات باش تاخذ أما ماشي هو البراجات راه ماشي البراجات هما كلشي راه الاسواق راه خصهم يديعوا على الناس اللي ما عندوش الرخصه خصهم يشدوه ويديوه حقيقه وينزلوا 1500 درهم غرامه في البلاصه يخلصها او شوف يضربوهم جيوبهم هذا هو المشكل راه كاين استهتار راه ماشي ما
ودابا هما البوليس هنا في البراجات والداخل في الفوضى. كاينه فوضى داخل في المدينه والله العظيم لا كارثه بالله. هناك نقص حقيقه، هناك نقص موارد البشريه. نتمنوا الصوت يوصل لهاد الناس هادو. تحياتي لك، تبارك الله عليك. كيف كنقول ديما، غير انعدام التواصل هو اللي كيقدر يخلق شنآن وداكشي. فالاخ قرفي مناضل عليا العديد منا، كما قلتها الاخوان ديك النهار، قلت لهم ريلا كنتو تحتاجوا وقفه احتجاجيه، هو اول واحد غتلقاو واقف معكم. بالنسبه للناس اللي كيهضروا ليس مهاجرين، بطبيعه الحال كاين اللي مشاو، واخا اللي مشاو للفسحه مثلا، كاين اللي مشاو عمره، كاين اللي مشى خدمه، كاين اللي عنده عقد عمل، كاين اللي مشى يدير شي اتفاقيه باغي يمضيها، كاين اللي مشى موظف في مهمه رسميه، يعني بزاف ديال الحالات. دونك بالنسبه لاخواننا المغاربه العالقين بالخارج، فوصلنا للوقت، سال الوقت. كنتمنى انه هاد الاصوات ديالكم، بالرغم من انها ما كثيراش، ما بردتوش ليا القلب، ولكن كنتمنى بانه هاد الصوت ديالكم يوصل للمسؤولين، وبانه يتلقى الحل في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. اذا كنقول لكم انتم اخواني العالقين بالخارج، الله يفك عليكم والله يعجل بالفرج ان شاء الله. بالنسبه للمغاربه ديال الداخل، الناس اللي كيسولوا على الحل الوبائيه في مدينه، في اقليم جديده، فانا كنقول لهم بانه اليوم تم اكتشاف 8 ديال الحالات، اللي 5 منها ديال الجزاره. هاد الجزاره 2 منهم ولاد فرج، وواحد سيدي اسماعيل، وواحد تيكني، وواحد في ازمور. كاينه منظفه في القرنه ديال بلاتي سي سعد، في القرنه ديال سيدي اسماعيل، وكاينين 2 ناس ديال الحوت ديال الجرف الاصفر. هي 8 زائد 8 ديال اللي كانوا حتى البارح كملوا، ولا ماتوا البارح، هي 16 واحد دابا اللي كتلقى العلاج بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديده. من غير هادشي راه ما كاين حتى شي حاجه. المخالطين الدريه في الدار البيضاء اللي زدناها حتى هي راه كتعالج في الدار البيضاء الصغيره الرضيعه. الى المخالطين ديال هاد الحالات كاملين الاولين من غير 8 ديال اليوم، الاخرين كلهم مخالطين، جاو نتائج التحاليل ديالهم سلبيه. نشوفوا السي سعد باقي عنده واقيلا ما يضيف. الو، اسمح لي السي عكار، واش الصوت ديالي كيتسمع مزيان؟ اوكي. اول حاجه السلام عليكم وعيد مبارك سعيد، وليك ولجميع الناس اللي متبعين معنا هذا المباشر ديالك، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، وان شاء الله تخرج البلاد ديالنا بسلام، لان راه وصلنا حنا راه غاديين الحمد لله في الطريق الصحيح. نتمنوا من الله يكمل دوزة الامور بخير وعلى خير. بالنسبه لاول نقطه سي حكار، هو الكورونا وهاد الحالات اللي بانت جديده في المدينه الجديده، اللي هو انا كنلاحظ ان راه كانوا شويه واحد بحال الطرخينه، فهمتيني؟ لان في الاول كانوا تيدوروا، ومؤخرا شفنا بحال شويه بحال تقنا في راسنا، كيف كنقولوا تغرينا زعما، راه ما عندناش الفيروس، راه الحمد لله راه زيده بخير. كيف قلتي بان الحاله ديال سيدي علي بن الحمدوش اللي داز اكثر من 40 يوم، ومن بعد عاد بانوا العلامات في الناس، هذه راه مشكله راه كاين في العالم كامل، راه ماشي غير في جديده، لان كورونا راه كل وحدين، وكيفاش كيشوفوا هذا الفيروس كيفاش داير. راه تقدر تكون في انا مثلا كورونا وولادي معايا في الدار، ما غنعاديهمش، ما غاديش يشدوا مني الفيروس، ونمشي نشرب معاك قهوه نتايا، ونقدر انا نعاديك انت، ودوز واحد الشهر عاد تقدر انت تدوز الفيروس لواحد اخر، فهمتيني؟ باقي هذا الفيروس الناس باقا ما عرفاتوش وما درساتوش مزيان. بالنسبه للمشكل ديال الجاليه،
المشكل ديال الجاليه، لان الدوله ديالنا صراحه دارت جهدها فهمتيني في هذا الشيء ديال التوعيه، في هذا الشيء ديال المدن الرميد، ولكن نسات باش تقوم بواحد الالتفاته وخاص غيره لهاد الناس اللي عالقين في المغرب. انا من الناس اللي مثلا عندي، انا مثلا الزوجه ديال الاخ ديالي راه في المغرب حتى هي حاصله دابا، هي وبنته مشاو جاوبتهم من كندا للمغرب وراهم حاصلين والحمد لله. راه كيف كيقول لك زعما كون ما لقاش الزوج ديالها هنا اللي كيصيفط لها مثلا الفلوس ولا هادي، راه ما غتلقاش حتى باش غتعيش تما، رغم هي عندها والديها وداك الشيء. كاينين الناس اللي مساكن اللي حاصلين هنا ماشي في كندا، في جميع الدول. كاينين الطلبه، اول حاجه الطلبه، لان كاينين الناس اللي عندهم وليداتهم مساكن صيفطهم كيقراو في البلدان مثلا في كندا ولا في فرنسا ولا في هذه، وهذوك الوليدات واخا كيكون هذاك الدخل ديال هذوك الوالدين شويه اللي زعما غادي يمشيو وغيعاونوهم شويه، وحتى هذوك الوليدات غاديين يخدموا. كاين اللي مسكين معول على راسو كيخدم مثلا في السبت والحد باش غادي يعيش. الان الظروف كلشي البيبان مسدوده، كلشي واقف، ما كاينش عندهم. خويا سالم بلاتي، خويا سالم بلاتي، كاين هنا كيقول لنا السي حسن الجهيد بالمناسبه غادي يوم هضر عليها خويا سعد. بالنسبه للراه السي حسن راه غادي يدير دابا، راه كيتسنى غير المباشر ديالك انت سالي، وغادي يدير مباشر باش نتكلموا على واحد الحاله، وهذه ماشي حاله عاديه، لان سي تشيباري زكريا واحد الاخ وواحد الصديق وواحد المناضل اللي صراحه اللي حنا من الاولين خاصنا نشوفوا فيه ضروري، لان لما راه كيقول لك صاحبك في وقت الحزه، الا ما عاوناش هذا السي زكريا وما شفناش فيه، انا صراحه ما بقاش عندي واحد الكونتاكت مع بزاف الناس اللي غتعطيني الاخبار على السي زكريا. ومني سمعت قبيله وشفت واحد لا فيديو بقى فيا الحال، لا انا لا العائله ديالي، راه شفنا زعما راه السي زكريا كنا كنبقاو سهرانين معاه في الجروب، وهذا المهم هذا مشكل اخر غادي نحلوه وان شاء الله غيكون غير الخير ان شاء الله. بالنسبه لهذه القضيه ديال الجاليه، كيف قلت لك ومشكل اللي عندنا هو الوعي، لان باش غنلقاو الحل لهاد الناس مثلا اللي عالقين في المغرب ولا اللي عالقين على برا باش يرجعوا لبلادهم، راه حتى هذوك الناس اللي كتحترم، حتى داك احترام الحجر الصحي، راه هو حتى هو كيتسمى حل من الحلول باش غنحلوا المشكل ديال هاد الناس. لان الا بقات الناس كتخرج وبقى الفيروس داير، راه امبوسيبل غتحل بلاد الحدود ديالها، راه ما يمكنش. حنا مثلا هنا في كندا الدوله ما دارتش لنا الحجر بحال المغرب، لان هنا شويه الشعب عنده واحد الوعي. هنا الناس راه كتخرج الا عندك غراضك، عندي مثلا غنمشي للمارشي ولا غنمشي مثلا عندي شي حاجه خصني نمشي نقضيها، راه غنمشي نقضيها وغادي نجي. ومني غنمشي نقضيها راه كنحترم هذيك المسافه اللي بيني وبين الناس، راه كيف راه درت لايفات ودرت فيديوهات وريتهم للاصدقاء والاخوان. المغرب انا شفت فيديوهات صراحه خاطري ضراتني، بان شفت المارشيات ديال لاله زهره المرسى، شفت المارشي ديال السوق القديم، الناس راه بحال ما كاين لا حجر لا والو، راه ما كاينش حجر، راه الدوله راه ما جاتش ودارت هاد الاعتقالات ودارت هاد الشيء، راه خاصها دير اكثر من هاد الشيء. حنا راه الناس راه البوليس كيدوزوا بالطوموبيل، كيلقاو الطوموبيل مثلا الدار ديالي غيلقاو طوموبيلات قدام الباب، غي طابي النمره ديال الطوموبيل. حنا عندنا كتطابي غير النيميرو ديال الماتريكولاسيون، كيطلع لك ديال الماتريكول ديال الطوموبيل، كتطلع لك السميه والكنيه والادريس ديال مول الطوموبيل. الا لقاو مثلا هذيك الطوموبيله اللي واقفه مثلا جايه من ازمور واقفه في واحد الدرب جديده، راه غيطلعوا غادي يعطوني انا غرامه ديال 1000 دولار، وداك السيد 1000 دولار اللي جاي كاع الناس اللي مجموعين. دابا يلا هذا الاسبوع الرئيس ديال كندا عطى باش ان التجمعات تقدر تكون قل من 10 الناس، لان الناس دابا بدات الحراره والجو بدا كيتبدل، الناس بزاف على باش تبقى في ديورها. ورغم ذلك اقسم بالله الا كيخرجوا الناس لي بارك ومحتارمين، كتلقى جوج مريحين ليه مثلا الراجل ووليداته كيلعبوا ليه، ما كاينش هذيك التجمعات. هادشي الله يرحم لكم الوالدين، هذه رساله تنوجهها للجميع الاخوان اللي متبعين معنا بالمباشر، حاولوا باش غنعاونوا هاد الناس اللي عالقين وباش نعاونوا الدوله ديالنا وباش تدوز الامور بخير وعلى خير، خاصنا نحترموا ونطبقوا داك الشيء ديال الوقايه، ما فيها باس ندير ماسك، لان هاد الامور راه الناس راه واخداها تديرها في البلدان ديالها من قبل من كورونا، قبل ما طيح في مشكله كورونا كتلقى الناس الا مثلا مريض بالرواح ضارباني فيا لا غريب، كندير هذيك الكمامه تنديرها وندير مثلا لي كونفيديه اللي قالت باش ما نعاديش الناس، باش ما نعاديهاش. هاد الثقافه حنا مازال ما عندناش في المغرب، كنتمنى من الناس توعى شويه وتعاون تساعد فهمتيني،
ونقطة ثانية اللي بغيت نناقشها واخا خارج على الموضوع إلى ممكن، بالنسبة أنا سمعت بأن راه كاين لو سي بي وكاين جليك دايرين واحد لا كونفونسيون مع أنا قريت الصباح كتبتي أنت راه دويت على قبل وميستك أنت وبغيت كنت غنتصل بك، لأن هذه راه هذا ضياع ديال الفلوس، هذا أن الدولة ديالنا محتاجين غدر عليها، هذا موضوع مهم، لأنني اتصلت الصباح بالرئيس ديال جماعة مولاي عبد الله راس ماشي قال في اللايف قال لكم اتصل بي السيد راه مازال ما خباريش وكنتسنى الجواب ديالو، قال لي راه غنتصل بك مازال حتو يمكن وقيلا خارج مسكين عنده شي أغراض كيقضيها. حاولت نتصل بالمندوب ديال وزارة الصحة حتى هو راه باقي ما تسنى ما جانيش الجواب ديالو، غير أنا غير كتبت لي واش ممكن اتصل بك باش باقي عاد نشرح لي المشكل شناهو. كنتمنى من الناس اللي مسؤوله في جديده تشوف هذه القضيه واش بصح، لان الا كانت باش غنمشي انا كمؤسسه خاصه وغادي ندير العمال ديالي نجيب لهم من واحد الطاقم من صحه خاصه من كازا غير ديبلاصاو حتى لعندي، هذه اول حاجه كاين واحد لو ريسك، واخا تكون نسبه الريسك قليله ديال هذوك الناس اللي غيجيو من كازا يقدروا يجيبوا لنا الفيروس، هذه الاولى. ثاني حاجه مني غادي نجيب هذيك المصحه الخاصه، اذا انا كنشك في المصداقيه ديال وزاره الصحه وديال الناس ديال الصحه اللي في جديده، لانني مني غادي نمشي ندير مصحه خاصه راه هاد الناس اللي في جديده راه ما خدامينش، فهمتيني. ثالث حاجه هو راه 4000 درهم انا حسبتها البارح غير بوحدي في الدار، حسبت 4000 درهم قلت الا كانت غير 15000 عامل راه 4 المليار ما ساهلاش، 4 المليار راه نقدروا نديروا بها مختبر في جديده بوحدو مختبر. إذا هذه النقطة هذه نتمنى من الإخوان يناقشوها معنا السي حكار، وكنشكرك على هذه المباشرات ديالك وتبارك الله عليك وراه كنستافد وتبارك الله من هذه المباشر ديالك، وشكرا وتحية لكم جميعا، مع السلامة. تحية شكرا السي سعد على هذه المداخلة ديالو. بعجالة غادي نهضر على هذه النقطة حيت باقي غادي نهضروا عليها في مباشرة ديال لو سي بي وديال جليك ديال دو طراف ديال الخدمه ديال الشغل، كانوا طلبوا من المندوبيه تعطيهم اللي يفسر لهم كيفاش يديروا البريليفمون ديال كورونا، ومشاو من المندوبيه وشرحوا لهم وراوهم داكشي كيفاش، الا انهم اللي جينا كنشوفوا لقيناهم ماشي هما اللي غيديروا هادشي، داروا دايرين اتفاقيه مع مستشفى الشيخ زايد في الدار البيضاء، وهاد المستشفى هو اللي مكلف بهاد التحاليل ديال هاد الناس. انا بعدا كنسول شكون كيدي التحاليل من لو سي بي ولا جليك حتى للدار البيضاء، يعني اللي كنعرفو هادو اللي كيداروا في السبيطار كاين واحد المطار ديال 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 الدرك الملكي هو اللي كيوصلهم بواحد الطريقه والى اخره، دونك كيمشيو داكشي مضبوط. بالنسبه لهاد الناس دابا ديال لو سي بي ديال جليك شكون كيدي داكشي، اش من ظروف كيديو داكشي اللي نفرض لقاوه بوزيتيف يعني ايجابيه تحاليل، كيفاش غيتعاملوا معاه، فين غيداويهم، وما عندهمش دونك غادا عاد يديو لديك الور والتحليله بالفلوس، بغض النظر على ان هنا في المندوبيه ديال الصحه كدير هاد التحاليل فابور، هادو كيديرو التحليله بالفلوس، يعني لو سي بي داير مع هادوك كونطرا دايرين اتفاقيه شراكه، كيديرو ليهم التحاليل كيديرو انا كنقولو الا لقاوه بوزيتيف، ماشي المندوبيه دابا اللي دايره هادي، على اش من اقليم غنحسبوها، هادي النقطة الأولى. فين غيتعالج هذا؟ ماشي السبيطار هو اللي داروا ليه التحليلة، ولا بغاو يديو عندهم خصو يعاودوا ليه التحليلة، هذا هو العبث وهذا هو ضياع الفلوس. كما قال أخ سعد الفلوس ديال هادشي كان يصابوا بهم بلاصة داروا فيها التحاليل هنا ونخدموا بنفس الطاقم الطبي، كما داروا تحاليل راك شتو شحال من تحليلة دارت الحراس ديال السجون، العاملين بالوحدات الإنتاجية الصناعية، العاملين بالوحدات الصناعية وكذلك التجارية، المستشفى، المجازر، سيارات
ديال الاجره يعني العديد من القطاعات دات لهم، اذا ما غيغلبهمش لوسيبي. اذا علاش تمشي هذه الفلوس بهذا القطر هذا؟ عرفتي شنو هي 4500 درهم تقريبا، هذه الا ما كانت تقل دونك بشي حاجه قليله ولا اكثر. 4500 درهم الثمن ديال التحليله الواحده، في حين انه ممكن انه تكون تسعود الناس يديروا هذه التحليله ب 4500 درهم. وهذه الا جبنا حاجه اخرى يدار عندنا المختبر هنا، ما غتبقاش ديك ال 500 درهم. يعني هذه حنا كنحسبوا ترونسبور وكل شيء، دونك غادي تستافد الاقليم وغيكون لو سي بي عاون الاقليم، وما غاديش يبقى ديك القضيه ديال كما هنا مواطن فوسفاتي مواطن غير فوسفاتي، غادي يكون بحال بحال. اذا علاش هاد المضيعه ديال الفلوس وديال الوقت؟ هذه عندها تفسير واحد، هي ان المكتب الشريف للفوسفات لا يؤمن بكفاءه وزاره الصحه في القطاع العام، كيفضل القطاع الخاص. حاله ديال جديده 8 ديال الحالات، بارك عليكم. دابا خليو تناقشوا هذا الموضوع بالديتاي ديالو، كيفاش دايرين اتفاقيه الشراكه الى اخره، جميع هذه النقاط غادي نهضروا عليها. الى هنا غادي ننتهيوا من الحلقه ديال اليوم. باش الاخوه اللي بغى يلتحق بسي حسن جاهد غادي يهضر على النقطه ديال الروماني التباري زكريا العالق بالداخل، وعنده حتى هو مسكين واحد المأساة ومعاناة، نطلب من الله سبحانه وتعالى يخفف عليه. دونك الى هنا غادي نقول لكم تصبحوا على خير. المباشر ديال غدا غادي يكون علاقه بالفلاحه، داك الدعم ودوك الخسائر ديالهم اصحاب الشمندر والتلقيح، يعني بزاف ديال النقاط غادي نطرقوا ليهم. والحالات ديال جديده 8 الا ما سمعتيهمش مزيان تعاود ترجع للمباشر، راه غادي تسمعهم 8 الحالات. لاخر مره غادي نقولها باش ما نخليوش السي الحسين يتقلق علينا، 8 ديال الحالات فيهم 5 جزاره، هاد 5 الجزاره فيهم جوج من ولاد فرج، واحد مسيدي اسماعيل، واحد من تيكني، واحد من زمور، وكاينه واحد المنظفه في لي زاباطوار يعني في الكرنه ديال سيدي اسماعيل، وكاين جوج من صحاب الحوت في الجرف الصفر. الا كانت شي واحد من غير هاد الحالات راه كذب عليك. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. موعدنا غدا ان شاء الله.